عسل 30 درهم والثانية والثانية هدية. فابور. نعم الثانية هدية 30 درهم والثانية بحال دابا العسل 15 درهم. 15 درهم 15 درهم. برومو ديال اي برودوي خديتي ان شاء الله من بودور كلشي المحل كامل اروع. المحل كامل حبيبتي. ثاني كادو. بسم الله اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وعواشركم مبروكين وفيديو جديد ونهار جديد. وبلاش كعرفتوني انا فين جيت، جينا عند بودور العيد هذا ولا وبغينا نستقبلوا العيد اختي بشعر زوين وبشره زوينه كذلك. واليوم حتى العيد جابت لكم بودور العطريه خاصه بالعيد فقط، وفيها ثمن واعر، كتاخذي وحده ب 10 دراهم والثانيه كتاخذيها ب 5 دراهم. جات عاوتاني ان شاء الله دخلوا ضروري، كل فيديو كيكون ثلاثه ولا جوج ديال المنتوجات جداد. اليوم ان شاء الله لتقويه الاظافر، اللي بغات الاظافر ديالها يكونوا قويين صوبت لينا هنا واحد التركيبه اروى ان شاء الله اللي غادي نكتشفوها انا وياكم. وكذلك مهم، غاديش نحرق المفاجات، كاين تقريبا ثلاثه ديال لي برودوي جداد، كاين سبعه ديال لي برودوي ما شاء الله بالانواع ديالها ما شاء الله. مبارك سعيد، حنا الناس ديالنا كنباركوا لهم العيد بالهوته وبلا برومو وبالكادو 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 ان شاء الله. اللي خدات شي حاجه كتاخذ الكادو ديالها معاه. دابا اي برودوي خديتي اليوم من المحل كتاخذي الثاني ماشي ب 10 دراهم، كتاخذي كادو ان شاء الله، كتاخذي هديه لعسوله وجا محبوب الجماهير كاملين انا وانتوما اللي هو املو. املو جا وجاب العدد كبير ما شاء الله. شتي املو؟ انا كنت غنديروا فيديو كاين املو. اي عرفتوا املو اروغي كتسخر ليكم فهاد املو هذا البنات، اروغي كتسخر ليكم وغادي نكتشفوا ان شاء الله دائما الجديد ونكتشفوا الهدايا. بالنسبه للمحل والفرع، كاين الفرع اللي كاين هنايا في سباته في قيصريه ديال سباته، وكاين الفرع ديال سيدي مومن اللي كاين في جوهره في فين قيصريه الخليل، قيصريه الخليل. ها انتم حنا في القيصريه ديال سباته في الهبطه مع اليوم كنصوروا بالعشيه مع العواش، راكم عارفين السوق الهبطه ولا الطلعه ديال المدنيه. شو الطلعه ديال المدنيه فين كاين الدكتور ديال الاسنان بن يحيى؟ هي الصراحه خصنا نحسبوا الزناقي، الزنقه الاولى الثانيه الثالثه. الزنقه الاولى ديال قيصريه سباته فين كاينين الفراشات، الزنقه الاولى ديال الفراشات هي هذه الزنقه. وكنخلي لكم الطريق ارتيزانال، غنخلي لكم الطريق في الاخر في الفيديو. بالنسبه للمحل كيحلوا طيله الاسبوع، ما تيسدوا حتى شي نهار من 10 حتى لتسعود بحال المحل هنا، الا المحل ديال الخليل كيكون ساد غير في الصباح حتى للظهر، ورا الظهر تيحلوا مداو على بركه الله ان شاء الله. وكيف العاده اللهم صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله الذكر تصليوا عن النبي وحنا باركنا الله في الفيديو ديالنا. نقولوا بسم الله على بركه الله. وكيف ما وعدتنا بودور البرومو ديال الفيديو اللي فات 15 يوم سالات وفاتت، زيدنا شويه راه كملنا شهر، واليوم كاين برومو اخر بمناسبه العيد ومناسبه السفر. الناس اللي غادي تسافر ان شاء الله في هذا العيد وكتمشي عند الحباب وتبغي تدي معها كذلك شي كادو شي بارفان تدي معها هكا اي لي باك ان شاء الله. هادشي كله غنكتشفوه ونبداو على بركه الله. نقول لكم بودور كاملين السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم معايا بودور جديده. لاباس عليك؟ بخير كلشي مزيان؟ هادي ستاف ديالنا البنت اللي كاينه في مرجان بنو تاشفين. اييه مرحبا بكم في مرجان بنو تاشفين. مرحبا بكم عندنا. مرحبا، اليوم هي اللي غادي تدوز معايا الحلقه ان شاء الله. يلا على بركه الله نبداو. باش غادي نبداو من الكالسيوم جل. من الجديد. كالسيوم جل. هذا ديال الضفيرات اباز ديال الثومه، بالنسبه للناس اللي عندهم الضفيرات ما كيطوالوش ولا كيتهرسوا ولا حتى كاع كيطوالوا، ملي كيطوالوا كيتهرسوا. هذا راه شي حاجه انا بعدا درته هنا، بعدا ريحه الثومه عاطيه، انا درته في هذا الضفر ريحه الثومه عاطه بعدا مجهده. حتى لا فيتامين او حتى هي فيه. هذا كيقوي الكيراتين اللي كيكون في الضفر، اللي كيكون السبب ديال لابغيونس ديال الضفر، وكيكون بحال هكا الضفر في الراس ديالو كيكون ابيض بحال الا دايره الفخاش. انا يلاه قطعتهم اسبوع ان شاء الله كيكبروا في ساعه، حيت اروى جربت في ضفيراتها عاد باش لونسات البرودوي ودايرهم حتى في الام ديالي عندها الضفيرات ديالها فيهم الخطوطه، هذوك كيكونوا ضعافين الضفار. كالسيوم كدير كولي سوا باش دوك الخطوطه ما يبقاوش بزاف، وكديروا هو راه تبارك الله دابا بداو كيطلعوا ليها قاصحين. المهم انا درته في هذا الضفر بعد ريحه ديال الثومه مجهده، في الثومه في الحبه كان هكا. شحال تيبقى هاد الغني هذا؟ 60 درهم ولا دوزيام غراتوي؟ كتاخذي هذا ب 60 والثاني فابور. الثاني فابور. الثاني فابور. هنايا اختي بحال غيطلع لك ب 30 درهم انت واختك وانت وصاحبتك باش تجربوا. هذا اول برودوي، نشوفوا ثاني برودوي. وثاني برودوي عندنا ماورد بالنيله. ماورد بالنيله. الناس اللي كيبغيو عشاق النيله كيبغيو يفتحوا المعكازات اللي غتشد الثوب. لما تحتاج تاخذ النيله وتخلطها، هذا راه جبنا لهم مخلط.
كيفتح كيحيد التصبغات ليطاش الحرقيه ديال الشمس و اوميم طون كيضغطي و كيخلي واحد لاكلا زوينه في الوجه. الطريقه ديال الاستعمال كيترش زعما عادي بالليل نديرشو بالليل غير هو ما نرشوش في عويناتنا وفوق العويناتنا وما يتشربش حيت فيه النيله كيبقى الماء ورد كتشرب الماء ورد 100 درجه 180 درجه وهذا راه 360 درجه هذا زايد وي هذا زايد 360 درجه حيت زايد فيه زايده فيه النيله ميم سي العنق يقدر يترش فيه بالنسبه للناس اللي عندهم كحوليه في العنق راه يترش في الوجه وحتى في العنق عطيني شي حاجه نرشو في يدينا اروى اش كتقلبي شي كنقلب لك على شي حاجه تكون ترونسبارون باش يبان لك انا كيف هذه القريعه ها هي شتي ها هو شتي اللون ديالو ازرق حيت فيه النيله مبريباري بالنيله مقطر بالنيله مقطر بالنيله الصحراويه الثمن ديالو هذا شحال هذا الثمن ديالو حبيبه ديالي كيبقى ب 40 درهم هذا ب 40 درهم كيبقى لهم ان شاء الله والثاني فابور الثاني فابور يعني يعني دابا هذا المض الورد بالنيله كتاخدي واحد ب 40 والثاني كادو الثاني هديه الله يسخر واخا نمشيو لبرودوي اخر بان لي واحد السيروم هنا ديال الكوك نشوفو انا غنبين لكم لي برودوي جداد وعاد ندوزو ان شاء الله للبرومو ديال اي برودوي خديتي الثاني كتاخدي غراتوي هذا شنو هو هذا سيروم ديال الكوك هذا كيقوي وكيطول الشعر واوميم طون مزيان حتى الناس اللي فيهم القشره والحكه يعني في شعرهم في شعرهم يعني دار في الفروه وحتى في لي لونكو ماشي مشكل ماشي مشكل وكيخلي واحد اللمعه خطيره في الشعر وحتى الناس اللي مستعملين زعما الكيراتين ولا الكروتين يقدروا يستعملوه ماشي مشكل وعاد الريحه ديالو ريحته غزاله بلا ما نهضروا على الريحه ديالو انا هنا الشمام هاد المتابعين ديالي بسم الله لطيف راه ضروري خصها تشم الكوكو وهو تيعطي ريحه زوينه اصلا الكوكو كيعطي ريحه زوينه كيبقى ب 70 درهم والثاني هديه يعني جوج ب 70 جوج ب 70 درهم ليك واللي عزيز عليك ليك واللي البنات اليوم هي الحلقه ديالنا ليك واللي عزيز عليك الحلقه عزيز عليك البنات اليوم الاثمنه اللي كنقولوا راه هما الاثمنه الاصليه ديال البرودوي راه ملي كنعطيكم الثاني راه كنعطيكم الثاني اكيد حيت بعض المرات الناس كينساو الثمن الاصلي كيبقاو عاقلين على لا برومو اللي مسلكاهم هما ملي كنصايبوا واحد لو برودوي بواحد لا كونتيتي كبيره وكناخذوا لا ماتيير بروميير بواحد الكميه كبيره كناخذوها ناقصه في الثمن كنقدروا نديروا لكم غراتوي فابور ونقصوا ملي كيطلب البرودوي اول مره كيكون الثمن ديالو طالع نعم دابا تقريبا شفنا لي برودوي جداد نمشيو لي بارفان بالنسبه للناس اللي بغيو زعما لراسهم وحتى بمناسبه العيد ياخذوا شي كادو الناس اللي عزاز عليهم راه عندنا مجموعه من لي بارفان كاينين حتى ديال الرجال بحال هادي مخصوص بالنسبه للناس اللي كيبغيو رائحه الشرقيه كاينه هادي ليدي كاينه هادي حتى هي ديال الرجال كاينه ايفيدونس كاين هاد لو باك هذا اللي فيه كريم ديال اميرات العرب وسبراي بجوج كيبقاو ب 70 درهم فيهم ريحه خطيره ما قلتيش لي لي بارفان الثمن ديالهم لي بارفان كاملين ب 50 درهم كلشي ب 50 درهم بحال هادي ساره بحال فيرزاتشي بحال فيرزاتشي الغوز كاملين ب 50 درهم لي بارفان والثانيه هديه والثانيه هديه دونك تقدري تاخدي جوج ليك واللي عزيز عليك ب 50 درهم هذيك اللي كنت كنتسنى بقيت ساكته باش نسمع كنتسنط حتى الريحه حتى هي بحال 25 درهم جوج ب 50 درهم الجين ديالهم راه كيجي مهيب يعني ما كيجيش مقموع مهيب زوينه مهيب مهيب ديال كادو وجهك احمر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك دوزو للبرومو ديال اي برودوي خديتيه ان شاء الله من بودور كلشي المحل كامل اروى المحل كامل حبيبتي ثاني كادو برودوي خديتيه فابور البنات بحال هاد لو دونتيفريس هذا اباز ديال عرق السوس بالنسبه للناس اللي عندهم صفيره الاسنان ورائحه الفم الكريهه هذا راه كيحيد رائحه الفم الكريهه ديك اللي كتكون في الصباح يعني كيحمي من التسوس هادي كيحمي من التسوس كتاخدي واحد وثاني فابور هذاك الواحد شحال كيبقى غير 50 درهم يعني كتاخدي جوج ب 50 درهم ليك اللي عزيز عليك كاينه هذا اباز ديال الشاربون حتى هو ب 50 درهم كتاخدي واحد كيبيض سنان وحتى كيخدم حتى على اللثه اللي كدوز بالدم هذا اباز ديال الشاربون داير ب 50 والثاني كتاخدي فابور هادي بودر اباز ديال الفحم والكوك كتبيض سنينات شجره الكوك شجره الكوك كتبيض سنينات حتى هي كتخدم حتى على اللثه وكتحيد رائحه الفم الكريهه من الفم هذه دايره ب 50 30 والثانيه فابور مزيان هذا بان دو بوش مورا ما كتستعملي دونتيفريز ديالك ولا بودر كتشلي به فمك
داير 50 والثاني ديالو فابور، يعني كتاخذي جوج من هذا 50 ليك ولي عزيز عليك. كاينه هذه، هذه شتا ديال السنينات حتى هي دايره 30. هاي جبد وريتها اليوم، راه كاينه اللي شفتها كاينه نجبد. ها هي نجبد، كتاخذي وحده ب 30 والثانيه كادو فابور. ها انتم البنات برومو زوين ديال لنا اليوم بودور. وبالنسبه لذاك الشتات ديالها مخدومين بداك العود ديال الشجره ديال البامبو. اه تبارك الله على اروى الصغيره بشجره البامبو مخدومه. سمعوا اروى الصغيره شنو قالت لكم. نشوفوا هنايا هاد البرودوي ديال الاكزيما، هذا ديال الاكزيما بالنسبه للناس اللي عندهم الاكزيما فرجيلاتهم دابا مع الصيف، مع الصيف مع البحر لابو كتنشف كيولي هذا المشكل ديال الاكزيما. هذا داير ب 50 والثاني ديالو فابور، فابور يعني كتاخذي جوج ب 50 درهم لكل عزيز عليك. لكل عزيز عليك واخا. كاين هذا بالنسبه للناس اللي عندهم البواسير، البواسير داير ب 60 درهم. هذه كريم موضعي كتحط موضعي فوالا بالنسبه للناس اللي فيهم البواسير سواء الداخليه سواء الخارجيه، كتاخدي واحد ب 50 درهم والثاني ديالو فابور ليك ولي عزيز عليك. عندنا هذا كريم ديال القدمين اباز ديال الورد والعكر الفاسي، هذا بالنسبه للناس اللي عندهم تشققات عندهم الرجيلات ناشفين، وحتى كيخلي واحد لاكولور اللي هي زوينه غوز في الرجيلات، ماشي داك الغوز اللي معيه كيجي بحال معكر رجلك، نو هذا كيخلي بحال غير الدم محبوس ليك في الرجيلات، كيخلي رجلك كيبانو نقيين الغوز نقيين بحال بحال اللي راكي دايره بيديكور في الدار. دونك كاين هذا ديال الرجلين داير ب 40 درهم وديال اليدين حتى هو ب 40 درهم، 30 درهم اليدين، 30 درهم اليدين. دونك تقدري تاخذي واحد من هذا والثاني ديالو فابور، يعني بجوجهم ب 40 درهم، بجوجهم ب 40 درهم. وحتى تقدري تاخذي واحد من هذا وواحد ديال الثاني بحال 15 درهم الواحد، فوالا واحد ديال اليدين وواحد ديال الرجلين. وحتى هذا ديال اليدين راه اباز ديال الورد، فيه ريحه زوينه كيضغطي بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال كيرطب اليدات، فوالا كيرطب واحد الترطيب عميق، وحتى كيخلي واحد لاكولور اللي زوينه ناتشورال غوز زوينه ما شاء الله. الو كاين الزيوت الاساسيه حتى هما، كاينين الزيوت الاساسيه تقريبا في جميع النكهات كاملين دايرين ب 50 درهم والثانيه كتاخذيها فابور. بحال هذه كاينه ديال الباتشولي، كاينه ديال الخدامه، ديال العنبر، ديال المندارين، ديال القهوه. بالنسبه للناس اللي كيبغيوهم، حتى كاين اللي كيبغي حتى قطيره منه يديرها في الشفاف ويجفف بها الدار كتبقى ريحه زوينه، ريحه مقاوه النهار كامل، ديرها في الديفيزور حتى هو كتبقى زوينه. كترشي نقيطات كيدير الخزامه في شي هكذا جبيبيله فيها ما سخون، كدير فواحد ثلاثه القطرات وديرها تحت منها موسيه كتجر لا ميديتي اللي كاينه في البيت كامله. وكاينه طريقه اخرى كديري تنقيطات في هكا في الركن ديال البيت في القنيطه ديال البيت، حتى هو كتبقى الريحه دائمه في الحمام. عندهم استعمال قلت لكم المشاهدين الاعزاء، كتاخذوا وحده ب 50 درهم والثانيه فابور. تبارك الله عليك. نشوفوا هذاك لوبان الدكر، لوبان الدكر الاصلي الحر هذا، وباش زعما نعطيهم معلومه يستافدوا بها باش كيعرفوه اصلي كيدوب، حيت اللي كيكون ماشي اصلي ما كيدوبش، يعني ما كيدوبش يبقى حتى 10 السوايع في الماء ما غاديش يذوب، وحتى ملي كديريه في وجهك كتحسي بحال اللي راكي دايره الجير هكا كيبقى في وجهك مقبص. مي الاصلي ملي كترشيه مثلا مع ماور بحال اللي راكي رشا غير ماور بوحديتو، ما كتحسيش كاع به واش كاين لبان ولا ما كاينش. دونك هذا راه كيف ما قلت لكم الاصلي داير ب 30 والثاني فابور، يعني بحال كتاخذي دابا اللوبان الذكر دابا ب 30 درهم يعني بحال 15 درهم الوحده، جوج زعما لك ولي عزيز عليك 30 درهم. الله يسخر ولا يسخر. هي دابا الصيف الناس اللي كتعرق لهم رجليهم، الناس العرق العرق حتى تحت اليد، الناس اللي ما كيبغوش يستعملوا ديودورون كيدير لهم الولتيس ولا الحكه، هذه راه بيوسون طبيعيه كتحبس العرق، داك العرق اللي كيبقى يخرج في الحوايج حتى الرائحه الكريهه كتحبسها، ما غاديش تضطري تبقاي كل صباح ملي تفيقي ترشي ديودورون، هذه يكفي ديريها مورا الدوج ديالك نسي راسك. وحتى الرجلين بالنسبه للناس اللي كيطيبوا ليهم بين طبيعاتهم، الناس اللي عندهم السكر دونك يكونوا معرضين بزاف لهذيك كيطيبوا ليهم بين طبيعاتهم، الريحه كتكون مثلا في السبرديله هذه تقدر تستعملها، دايره ب 30 والثانيه فابور. والثانيه فابور.
ياه شنو هنايا عندنا؟ عندنا هذا لولي داموند، هذا اباز ديال الجليسيرين وزيت اللوز والمره، وفيه لا فيتامين او وفيه جل الالوفيرا، بالنسبه للناس اللي عندهم لابو سنسيبل وناشفه كيضغطيو به كيضغطي مزيان وكيخلي حتى واحد الريحه اللي زوينه بزاف، او ميم طون يقدروا يستعملوه حتى كدي ماكيون للناس اللي ما كيبغوش يستعملوا دي ماكيون زعما، يقدروا يستعملوا هذا وراه طبيعي 100%، واحد ب 60 وثاني فابور، دونك غتاخدي جوج ب 60 درهم يعني 30. شوفوا الحلقه اليوم، عندك اختك، عندك صاحبتك، عندك جارتك، ديري يدك في يديها وعجوزتك، العجوز كتعطي فابور حشومه، شو ما تخلصي منها ماماك، حشومه تخلصي منها، اختك حتى اختك حتى هي اختك حتى هي تخلص. ديري يدك في يديها وجي ان شاء الله عند بودور باش تستافدي. نشوفوا المنتوج الثاني، كاين هذا لولي ديسكافو، هذا اباز الجليسيرين وداك غلام الحلزون وفيه زيت لافوكا وبيان سور الفيتامين او. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم حتى هما البشره ديالهم ناشفه، هذا كيرطب بعمق البشره الناشفه والحساسه اللي كتحسس من اي حاجه، اي برودوي دارتو كتبدا تحك، هذا ديرو بعينيها مغمضين ما غادي تحك ما حتى شي حاجه، او ميم طون تقدر ترطب به حتى وجهها وتقدر تستعملو حتى دي ماكيون، كيدير ماكيون من الاعماق. هذا انا كنستعمل، عجبك زوين عطينا التجربه ديالك. هذا 70 درهم والثاني هذا، هذا ب 70 والثاني كادو صابور ليك واللي عزيز عليك. كاين هذا لو شامبوان اي لو ديميلوغ ريحان، بالنسبه للناس اللي عندهم لاشوت، بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط مقصف، عندهم مشكل ديك اللمعه ما كتكونش، عندهم حتى الحكه اوسي، بالنسبه للناس اللي كيطرطق فيهم الشيب، يعني مثلا شي وحده كتشوف ماماها شابت بكري، يعني نصحانا من 20 عام شبدات تغسل بهذا، باش هذا كيحارب الشيب، ماشي يعني كيحيدو يكون مطرطق فيك الشيب وتسني تغسلي به وما يبقاش فيك، ما يمكنش، هو كيحارب كيحارب الشيب باش ما يزيدش يكثر فيك، ولا باش ما يحفز على انتاج الميلانين، زيت الباتانا اللي فيه كتحفز على انتاج الميلانين اللي كيكحل لك الزغبه من الجدر. هادو بجوج دايرين ب 110 ياكي، 120 بجوج، 120 بجوج مزيان غاتوي، والثانيين ديالهم فابور، يعني 60 درهم والثاني فابور، 60 درهم والثاني فابور، 60 والثاني تقدري تاخدي 60 شامبوان وتاخدي ديميلوغ غاتوي، يعني تاخدي هذا ب 60 درهم تاخدي الديميلور ديال، وكنعرفوا الشامبوان والديميلور اللي كيكونوا سون سولفات سون صابون هادو كيكونوا غاليين. بروتين كيراتين ماشي مشكل تغسلي به، اوكي، حيت حتى انا دايره بروتين وكنغسل به كتغسلي به عادي، ما دار لي حتى شي حاجه، بالعكس كيضغطي، وحتى داك المشكل ديال لي بوينت اللي كيبانوا لتحت ما كيبقاش، مع الديميلور كيرطاه مزيان. اوكي عندنا هذا لو جيل نيتوايون ديال لابوسيش اباز، هذاك بوحده داك شنو دايره فيه اليوم اروه؟ هذاك السنه بدلوا ليه السميه، شنو دايره؟ جيل نيتوايون عثمانيات لطيفه اختي بويا لطيفه. هذا اباز ديال كالومبيلا، بالنسبه للناس اللي عندهم لابوسيش حساسه، كيحسن الدوره الدمويه وكيحمي البشره وكيفتح التصبغات وكيضغطي او ميم طون كيخلي واحد ليكلا زوينه في الوجه، حيت كيف ما كنعرفوا الناس اللي عندهم لابوسيش ديما كيبانوا شاحبين ديما مرض، هذا نو هذا كيخلي واحد الاشراقه في الوجه. لدى البنات رقم واحد عندي انا في منتجات بودور، الكود كارد ديال العثمانيات، هذا البنات الرقم واحد في المنتوجات ديال بودور اللي ما كنستغناش عليه، اللي واعر كل فيديو كنشكروا الاكثريه كلشي كياخذوا اروى واللي كتجربوا كتبقى تاخذوا ديما، ملي كتكون في لا برومو كاين اللي كيجي كياخذ 4 5 6 وكيبقى حتى عندك في التاشفين، حتى عندي في التاشفين كياخذوا، جات واحد السيده خدات من نص 6 اللي هو البنت تبارك، ملي كتكون في بروموسيون كيمشي بزاف ما شاء الله، وحتى ديال لا بوغراس حتى هو الناس كيكيلوا منه حتى هو على حساب الوليدات، دابا نمشيو ليه ان شاء الله. شحال غيبقى اليوم اروى؟ جي نيتوايون اليوم فيه ثمن رائع، اللي هو شحال الثمن ديالو هو في الاصل؟ كنتي اول مره تلونسا ب 250، ما عمره مازال تباع ب 250، كيتباع ب 200، كيتباع ب 200 180 زعما كاع في البرومو واحد 180، دابا 200 والثاني فابور ياك، دابا الا بغيتي الثاني من هو عثمانيات اليوم خاصك تاخذي شي، خاصني ناخذ شي 4 هذيك من البيع، يلاه يقدوني كتاخذي واحد 200 درهم والثاني ديالو فابور، هذا ليك.
وتقدري تاخذي حتى من ديال من الاخر ديال الماكاداميا البشره الدهنيه بالنسبه للناس اللي عندهم لابو غراس. هذا اباز ديال الماكاداميا الناس اللي عندهم الحبوب الرقيقه ديك الحبوب الغليظه اللي مقيحه، هذا خطير وماشي كينشف عاوتاني باش تبقاي تحتاجي. لا لا ما تينشفش، لا نو هذا كي بحال كيقاد كيوازن الدهون اللي في البشره. هذا راه خطير اللي كنعرف نهضر عليه. شوفي اي حاجه كتستعمليها وكتعجبك كتهضري عليها بحرقه. حتى هذا اليوم دايرين فيه بخومو 200 درهم والثاني ديالو 100 درهم. تقدري تاخذي من هذا من هذا ديتي واحد 100 درهم 100 درهم الواحد. لا زوين هذا البنات، فلوسه حلال والله. ودابا في هذا البخومو هذا زوين. انا بعدا شنو كنقول لكم، ديما بشرتي حساسه وما كنلقاش شنو اللي يواتيها هاد البرودوي هذا وتاها الحساسه وخاصه الناشفه مشكل. انتما دابا شوفوا مع جيت في الشمس ومع الصهد وجهي كيولي حمر وبشرتي حساسه بزاف. لا هذا حتى الناس اللي عندهم ديك لافوزاسي كيهدن كيهدئ البشره. يلا البنات اللي باقا ما جرباتش هاد البرودوي ولا هاد جي نيطواي وهذا تسارع تجربوا، اللي بشرتها حساسه ولا اللي بشرتها دهنيه ولا اللي بشرتها جافه، الجافه والدهنيه والحساسه والجافه واللي كتكون فيها هذه الدهنيه وفيها الحبوب وداك الشيء. البنات هذه على حسابي، هادو على حسابي انا كما قلت لكم البرودوي رقم واحد عندي عند بودور. نمشيو للسيرومات. السيرومات نبداو بسيروم الحياه، هذا الحياه كاع الحياه ديال الشعر الازرق لون الحياه داير بحال البحر. البحر ملي كديري اصلا حتى الريحه ديالو كتحسي براسك بحال راكي خرجتي ولا ضربتي شي دوره في البحر. هي بصراحه ليش بصح والله الا بصح ريحته زوينه. عرفتي خليتيني مشيت للبحر دابا في راسك غير تسميت حسي براسك مشيتي للبحر. هذا راه خصني اكتشفين حيت ان شاء الله ان شاء الله ما كيبقاش ليا هذا ما شاء الله بزاف. شوفي جات عندك شي وحده وقلتي لها شفتي هذا بحال مشيتي للبحر، انا ديتيني للبحر وجيت ما شاء الله عليك. هذا فيه الفيتامين بي 12 وفيه حتى الفيتامين سي وغني بالكولاجين بالنسبه للناس اللي عندهم الحكه عندهم مشكل حتى ديال الشيب. الحكه ديال الشيب الحكه ديال الشيب ملي كيبدا يطرق الشعر في الشيب في الشعر كيبقى راه بحال القمل كيدير او ميم طون راه كيضغطي مزيان وكيخلي واحد اللمعه خطيره وراه لا تيكستور ديالو نشملك نشملك ماشي كيجي معلك شهيتيني فيه مع البحر. سيري للبحر ريحته زوينه ومع اليوم السبت وحنا خدامين راه مايمكنش اليوم خصنا نكونوا في البحر حنا عند بودور. هذا كيف ما قلت لكم هذا كيف ما قلت لكم راه خاطر حتى ديك الناس اللي عندهم مشكل ديال التقصف شعرهم ديما كيبان منفوخ ملي كيصايبوه بالطوشوار ديما منفوخ، هذا راه كيحيد داك المشكل وملي كديريه راه كيخلي واحد اللمعه خطيره طبيعيه بحال اللي راكي ما دايره والو حيت لي سيروم نورمالمون كيكونوا ثقال ملي كديريهم كتحسي بالزغبه ديالك كتلصق. هذا جربتيه دابا كتهضري عليه مجرباه؟ انا كنهضر بحرقه على هذا حيت مجرباه عارفه شنو كيسوى. الثمن ديالو داير ب 60 70 70 70 درهم. السيرومات كاملين اليوم ب 70 درهم والثاني فابور هذه تاخذي من ما بغيتي بغيتي لي كل زوج ديالهم. لي سيروم ديالنا كاملين اليوم دايرين 70 درهم والثاني فابور. كاين هذا البرودوي الجديد اللي راني هضرت لكم عليه في الاول ديال الفيديو، هذا اباز ديال الكوكو، هذا راه فيه الفيتامين او والفيتامين ا، هذا دوينا عليه هضرنا عليه في الاول ديال الفيديو. كتاخذي واحد ب 70 والثاني فابور يعني بحال 35 درهم الواحد. راه كيما قلت لك شدي يدك ويد صاحبتك ولا يد اختك ويد جارتك واجي عند بودور. هذا هو الكوكو ديال بودور. كاين هذا ديال الورد حتى هو تاع الورد زوين فيه حتى هو الفيتامين فيتامين ا وفيتامين سي وفيتامين او حتى هو زوين وفيه ريحه اللي غزاله حتى هو داير ب 70 درهم والثاني فابور. هذا الوليدات الصغار اللي تيكون عندهم الشميشه اي هذاك الشعر هكا. وشكون شكون البنوتات الصغار اللي ما عندهم الشميشه؟ الناس في حالي انا مثلا انا عندي الشميشه كتكون هنايا واحد لي بوس كينوضوا بحال هكا ملي كتصايبي شعرك كيبقاو واقفين، هذا كتاخديه قطره منه كتسخنيها هكا في يدك مزيان وكدوزي هكا راه الرحمه ديال الله. صافي صافي تبارك الله كلشي برحمه الله. ديال الاركان كاين ديال العود بالنسبه للناس عشاق العود ولكن ماشي داك العود الثقيل عاوتاني عود اللي خفيف. هذا بالعكس الناس اللي عندهم مشكل ديال الشقيقه اللي كيديروا كيبرى ليهم مزيان بزاف. لا تقدروا حتى تاخذوا منه شويه وتسخنوا صبيعاتكم هكا ودوزوا هكا بالنسبه للناس اللي عندهم ديال العود وحتى عينيهم حيت العينين كيضروا من الشقيقه
دونك تبقى دير غير فحال هكا واحد الماساج خفيف راه تحس براسها تصوناجات. وكيف ما قلت لك كاين حتى ديال الارغان، وتقدري تاخذي واحد من هنا وواحد من هنا. بالنسبه للبرومو حبيبتي كلشي ب 70 درهم ولا دوزيام غراتوي سوف العود. العود كيبقى ب 70 درهم، كان ب 80 كيبقى ب 70، كيبقى بوحدو ب 70 ما معاش الكادو. في كونتيتي ان شاء الله نوجدوه ونديرو فيه البرومو ان شاء الله. تقدري تاخذي جوج ديال الارغان ب 70، وكيف ما قالت لكم مدام اروى هذا بوحديتو اللي كيبقى ب 70 ونورمال راه ب 80 هذا ما ينقصنا فيه. ودابا دابا الصيف الصيف والعرق ومزيل العرق. ديال الديودورون ديالنا قلت لكم هذا لو ديودورون هذا ما فيهش سيلينيوم وما فيهش الكحول، هذا اباز ديال جل الالوفيرا وفيه حتى الجليسيرين، فيه الكالونديلا والكاموميل. هذا بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش لي برودوي شيمي كيف ما قلت لك على التوتيه كيديروا ليهم الولتيس ولا الحكه ولا دوك لي ديودورون كيكحلوا ديك البلاصه، هذا راه او ميم طون كيحيد الريحه الخايبه وكيحبس العرق وحتى تريتمون كيبيض كيفتح ديك المنطقه مع كثره الاستعمال ديالو. وهذا ما تحتاجيش يعني فحال لي ديودورون الاخرين شاك جو خصك ديري، نو هذا تقدري ديريه دو فوا تخوا فوا بار سيمين كافي. وحتى الريحه اللي فيه ريحه من القهوه كتحسي براسك يلاه ما فيهش ريحه مجهده، ماشي ديك ريحه بحال مثلا كيكون ديجا عرقان وكدير ديودورون ديال الورد عرفتي على واحد الريحه كتخرج ما يمكنش. هذا لا، هذا بحال اللي راكي عاد مدوشه كتحسي بريحه النقا. الثمن ديالو 150 درهم، الثمن 170. دابا درنا ليه 150 ولا دوزيام غراتوي 150 والثاني غراتوي، يعني تاخدي جوج وتهني الصيف كامل. نسي ديودورون مزيل العرق جوج ب 150. الناس هذا غني بالفيتامين بي 3، هذا اونتي طاش بالنسبه للناس اللي عندهم لي طاش وحتى التصبغات ديال الشمس وجههم باغين يفتحوه، هذا كيفتح هذا كيبيض الوجه مبيض خطر الوجه، هذا كيدار بالليل شاك نوي زعما كيدار من يسالي الروتين ديالك ديري كاكخام ايدغاتون كيدغاتي وحتى كيحيد التصبغات. بالنسبه للعيالات اللي عاد والدين كيبقى لهم داك الكلف وداك الشيء، هذا راه كيحيدو كيديوه من عندي فتاشفين بزاف من العيالات اللي عاد والدين وكيرجعوا لي حيتاش كيقولوا لي راه لاحظنا الفرق غير في البواطه الاولى. دونك الناس اللي عندهم كيكون في نتيجه فوالا، هذا فيه واحد النتيجه اللي زوينه كيشكروا لي الناس. انا ما كنستعملوش حيت ما فيهاش لي طاش، ولكن الناس اللي خداوه شكروه كيشكروه. الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 150 درهم. 150 وثاني فابور، يعني تاخدي جوج وتهني من ليطاش وتهني من التصبغات وتبيضي وجهك و ميم طون تيدغاتي. ندوزو دابا ليكخون سولير ديال بودور غنية عن التعريف تاهي، واليوم فيها برومو زوين. برومو لي غزالو أول مرة دار، أول مرة في تاريخ بودور دار برومو بحال هاد. دونك هادي اليوم كتبقى ليكم 200 درهم وكتاخذوا معاها اي وحده من هادو لا كولور اللي بغيت. هادي بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الكوماج، هادي تقومي من الاعماق زوينه احسن ما تبقاي تقومي بيدك، ولا تقدري تستعملي غير الماء وتقومي بها، هادي راه زوينه. بالنسبه ليكرون الناس اللي كياخذوها مع البودور تتعرفوا كدير 250 درهم، 250 اللي كتكون فيها 400 جوج ب 400، اليوم غير وحده ب 200 درهم، واللي بغات جوج راه تاخذهم ب 400 درهم، لان ليكرون سولاي اصلا في لي باغا ليكرون الاخرين كيزيد الثمن في الصيف. نعم، وهذا في التاشفين كيسولوني بزاف ديال لي كليونت على قول كيقولوا لي عندنا لابو سونسيبل بزاف زوينه، راه ما عندهم مناش يخافوا واخا تكون البشره حساسه ما عندهمش اصلا. هو تصاوب هبوشه البشره الحساسه هذا تقدر تستعملوا لابو غاس لابو سيش ماشي مشكل، واخا تكون حتى الوليدات الصغار دوك زعما البنيات اللي عاد كيبغيو يبداو يستعملوا هذا الشيء ما عندهم مناش يخافوا. وميم سي كيكون واحد حيتاش انا لي زيكرون اللي جربت كاملين كيكون عندي واحد المشكل ملي كنابليكيه على وجهي كيحرق لي في عينيه حيت عندي العين حساسه، هذا لا هذا كاع كنقربو حتى العيني بحال اللي راني ما دايره والو، هذا خاطئ. وبالنسبه لبنات ليكرون ها هو راه لاداد ديالو 2024، يلا تبريبارا ل 2027 ان شاء الله. الله يسخر ارواح. ندوزو لوجيل ديال الزهر ديال لويزا، ديال لويزا ديال فيرفا غني بالفيتامين ا. هذا راه
ملي كدوشي فيه كتحسي بالسعاده، كتحسي براسك فخاش. الانتعاش. الانتعاش حتى هو كتحسي براسك بحال اللي راكي مشيتي للبحر. هذا غزال. لا هذاك ماشي للبحر، هذاك بحال مشيتي لشي سبا ودرتي واحد الماساج لاله واحد الصابوناج ضربتيها بواحد الحكه، داك الشيء اللي انت هي لطيفه دابا. كيخلي واحد الريحه غزاله، ريحه اللي هادئه وزوينه، حتى كيعجبك تبقاي تشميها في راسك وما كتمشيش دغيا. دونك ملي كدوشي به كتبقاي تشميها في لحمك هكا في يديك، وحتى راه كيضغطي، يعني ملي كتستعمليه في الاخر ديال لادوش ديالك كتحسي بلابو ديالك رطيبه وبيان يضغطي، يعني حتى الناس اللي عندهم داك المشكل يعني كتكون الجسم ديالو ناشف ما كيبقاش هذاك حتى كيضغطي. الثمن ديالو البنات 60 درهم، اليوم درنا لكم 50 درهم والثانيه هديه. الله بحال 25 درهم باش كيطلع. والثاني هديه. هذا راه بيو ما فيهش البرودوي شيميك وما فيهش دوك المحفظات وداكشي اللي كيدار في الجلد. وقولوا لي السيروم لا فيتامين سي كيجاكم من الناس اللي جربوه؟ انا جربته اول مجربين. حتى انا جربته، انا واخا انا خصني ما عرفتش كيفاش ندير باش نكون مواظبه على هادشي. لا هذا غيخليك تواظبي عليه. درته جوج مرات كان كندير مره كان، ولكن راه زوين كيعطي نتيجه، خاص غير اللي يكمل. انا اكبر معقاده في التاريخ ولكن هذا ما خلانيش نعقد. هذا واخا عرفتي عينيا كيكونوا مسدودين بالعيا ديال الخدمه كندير له بحال هكا وكنعس ولفتو. علاش؟ حيت ملي كنفيق الصباح وكنغسل وجهي كنحس بوجهي بيان ايدغاتي، مابقاش كندير كريم ايدغاتونت عاد نستعمل الفون دو طون. لا نيشان فون دو طون ما كاين لا تشققات لا حتى شي حاجه. هذا راه اونتي اش اونتي طاش حتى بالنسبه للناس، وحتى كياخذوا حتى الناس اللي عاد والدين بزاف كيكون عندهم واحد ليطاج هنايا. هذا راه خطير ليطاج وانشي طاش اونتي اش او ميم طون، يعني الناس اللي باش ايفيتو التجاعيد اللي كيكونوا هنا ديال الضحكه ولا ديال التصويره ولا حتى التعبيريه. هذا راه خطير. هذا ملي كديريه كتحسي براسك بحال اللي راكي دايره البيض ديال البيض، كيعطي افيفيل كتحسي بوجهك مشكل بحال هكا. خطير. لكن من بعد ما كتحسي به رطب ومطلق. رطب في الصباح كتحسي بوجهك رطيط. بديت كنديرو حتى العنق. مزيان. الثمن ديالو الاصلي لطيفه 180 درهم، كيبقى ب 150 درهم. 150 الثمن ديال البرومو ديالو. 150. شوفوا البرودوي الاخر. عندنا هذا لو كوماج افازين ديال الصحراويه الحره وغني بالفيتامين فيتامين سي. بالنسبه هذا كيتستعمل دو فوا حتى تخوا فوا باغ سومين كيفما قلت لكم، راه اباز ديال النيله الصحراويه الحره. هذا كيتدهن في الوجه كيبقى واحد 10 دقائق وكتبداي تقومي سوا بيدك سوا بهذا. هذا راه ديك الساعه كتشوفي واحد التبيض، ديك الساعه تبيض فوري. ملي كنجربوا الاروى في يديها في ديك الحبيبات كتشوفي في يدك، وفي واحد فيه الحبيبات ديال الكيوي الا جربتي في يدك وقوميتي كتحسي ديك الساعه بالفرق بين هنا وهنا. يعني هذا مبيض فوري او ميم طون كيقومي من الاعماق، وحتى لي بوان اللي كيكونوا في النيف كيحتاجوا الصالو وما تبقاي مضاربه معاهم، هذا راه كيحيدهم. هذا خطير. لي بوان يعني تستعملوا لابو غراس لابو سيش فيها با سوسي فحال فحال وبيو 100% ما عندو حتى شي. ان شاء الله 70 درهم والثاني ثاني هديه. دونك تاخدي جوج ب 70 درهم. هاد الصابونه كي درتي معاك هاد الصابونه؟ الصابونه ديال تلاسي ما بقاتش، راه ما كايناش ما شاء الله اللي ما فيهاش بزاف. عرفتوا علاش البنات؟ حيت في كل فيديو كنشكرها ما كتبقاش ما شاء الله واعره. ما كتبقاش ليا واعره. عندي دابا نيت خليت جوج وما اللي ما يمكنش نجي عند بدور وما نديهاش. عرفتي دابا هادي ولات الادمان ديال العائله كامله. واش فراسك هاد القضيه؟ ولات الادمان ديال العائله كامله. دابا حتى من ولدي ماما صابون، كنقولي جاتك ولدي صابون، منين انت كديالتك منين؟ بنتي كلشي ولا مدمن على هاد الصابونه هادي فعلا. جربوها البنات. انا بعض المرات هكا لا نسيت في الحمام ما تنديش معايا جيل نيطواي وكنغسل بها وجهي. قلتي لي قلتي لي سالا لي جيل نيطواي. عرفتي زوينه حتى الوجه يعني رطبه. زوينه حيت كنعرفوا الصابون، كنعرفوا الصابون تينشف. هذه غنيه بالكليسيرين، فيها الكليسيرين ومبريباريه بالزيوت وفيها ليكستخي ديال العسل. لا لا واعره واعره. شادي ماشي هذه زوينه. لا غزاله الصابونه ديالها ما شاء الله. عرفتي بقوت ما هي عزيزه علينا وزوينه، ما كنبغيش نخلى حتى في الماء، دغيا كندهن ونلوح في البواطه باش ما تذوبش. باش ما تذوبش باش دغيا باش تطول. بنتي مريم قسمها على ثلاثه، شدات موس وقسمتها على ثلاثه. لا لا هذه عندك واعره تاهي.
هي تاهي انضمت للمجموعه ديال الطوب ديال لي كوتكا. اييه ودابا كيف ما كتعرفوا الثمن ديالها كيبقى 50 درهم 50 وحيت ما كنقدروش نديروا فيها هذا الثانيه يقدروا ياخذوا هذوك لي سيليكون ديال الوجه. الثانيه تقدروا تاخذوا لي سيليكون ديال الوجه اي لون بغيتوا كاين هذا عرفتوا بلاتي حيت فيها كميه قليله كانت فيها كميه قليله غادي تبرع علينا وحده فابور ولكن كميه قليله حتى راه اوف غادي تعرف هاد لابخومو راك غادي ترجعي للمحل يمكن منا اللي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بخومو زوين هاد المره مني كيساليو من هنا من سباته كيمشيو ليا لتاشفين صافي عرفتي وبعدا مرات كنكون بوحدي كنهضر مع هادي ومع هادي ومع هادي كنحس بستريس كيكونوا عارفين يعني لي كليون كتعرفيهم داك اللي جايه من القناه عطيني هادي عطيني كتقول لك سمي عطيني ماشي غتبقى تشرحي ليها ولا تقول لك عطيني 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 مع ان الخمر ما كيكونش في التاشفين ما كاينش في التاشفين وكيمشيو لعند التاشفين وكياخذوه في التاشفين لا ما كياخذوش بلا بخوم كياخذوه بالبخوم ما كياخذوش بلا بخوم كياخذوه بالثمن الاصلي في التاشفين وكيشريوه كيشريوه هادو هما لي كليون فيه تبارك الله ودابا كيف ما كتقولي غتكون هاد الغزاله هادي اكيد غيشوف عندها نشوفوا دابا كيف ما كتعرفوا الصيف دابا والبحر بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتبرونزاو عندنا واحد البرونزاج هادو راه بجوج غنيين بالفيتامين فيتامين او وفيهم ويل جوجوبا وفيهم حتى الويل دابغيكو كاين هذا ديال الرجال وكاين ديال العيالات ديال النساء هذا شنو مختلف على هذا فيه ديك لابغيونس الا شفتي في الكاميرا ملي كديري كتحسي بلابو ديالك كتبري هذا العيالات الرجال عادي برونزاج عادي هذا حتى الناس اللي كيجيو عندي بنات كيقول لي شوفي انا ما خليت حتى شي برونزاج راه ما كنتبرونزاش انا كنبغي داك اللون الاسمر ما كيشدش فيا كيكونوا بيضين شهبين هذا راه كيبرونز هذا فيه الشهاده ديال لي كليون اللي خداوه واستعملوه 100 درهم و لا دوزيام غراتوي 100 يعني تقدري تاخذي واحد ليك واحد الراجل 100 درهم سيري الله يسخر وما تخافوش زعما ينشف لكم لابو ولا شي حاجه حيت غني بالزيوت هذا راه بالعكس هو كيرطب كيزيد الهيدراتي عندنا عاود زيت اللوز الحلوه وزيت اللوز المره بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستعملوها للبشره ديالهم والشعر ديالهم وحتى هي راه دابا فيها بخومو وكيف ما كتعرفوا الزيوت كاملين ديال البذور راهم مقطرين على البارد ماشي على السخون شحال الثمن ديال بالنسبه للزيوت عندنا زيت النمل والزيت ديال الحشيش والزيت ديال لبان الذكر والزيت ديال الميلانين هذه هادي ديال الميلانين هادو كيديروا 50 درهم كتاخذي لا دوزيام غراتوي وكاين عندنا الزيت ديال اللوز الحلو واللوز الحار والجنجلان كي ب 40 درهم ولا دوزيام غراتوي يعني تاخذي جوج من هادو ب 40 درهم تاخذي مثلا زيت اللوز الحلو وزيت المر بجوج ب 40 بحال 20 درهم تاخذي مثلا زيت لبان الذكر وزيت النمل بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستعملوا زيت النمل للشعر مورا الغازوار حيت هو ما كيخليش الشعر ينوض دغيا ياخذوا جوج ب 50 درهم ومن هادو جوج الميلانين خديتوها ب 80 درهم زيت النمل خديتوها ب 80 درهم لوبان الذكر خديتو ب 80 درهم عقلوا معايا على الاسمنه الاصليه باش كنبيعو ديما دابا هادي راه لا برومو ديال العيد ولا برومو اللي غادي تكون في واحد المده اللي هي 5 ايام وغادي تسالي اللي جات مور 5 ايام البنات ما تحرجناش الله يجازيكم بخير وفي التاشفين بلا ما تحرجوني عافاكم حيت ما كايناش هاد لا برومو وكاينه اوسي زيت الحشيش بالنسبه للحشيش كيسولوا عليها الناس بزاف كيبغيو يستعملوها كيقولوا لي واش الا درنا زيت الحشيش ما غاديش ندوخو ما يمكنش ندوخو حيت كيتخيلوا ما عرفت شنو ما يمكنش لا علاقه بديك زيت الحشيش اللي تيسمعوا هذه زيت الحشيش خاصه والحشيش باش يدوخ عنده طريقه ديالو كيفاش كيتستعمل الحشيش وزيت النمل بجوج ب 50 درهم وهادو كيف ما قلت لكم تاخذي من هنا ومن هنا بحال مثلا زيت الحشيش وزيت النمل اللي غنيين بالزيت النمل اللي غني بالفيتامين او وزيت الحشيش اللي غني بالفيتامين ا تاخذيهم بجوج ب 50 درهم وهادو كيف ما قلت لكم راهم مقطرين على البار الوغ كاين لي صابون نوار كاين عندنا بزاف ديال لي صابون نوار كاين ديال الارغان والحامض هذا الصراحه في التاشفين كيمشي ليا بزاف كيبغيوه الناس بزاف كاين ديال العود كاين ديال القهوه والكركم كاين ديال النيله كاين ديال العكر الفاسي والورد هاد العكر الفاسي والورد راه كيخلي في رجيلات واحد اللون اللي زوين بزاف وهاد لي صابون راه ما كيذوبوش واخا يحطوه في الشمس نهار كامل كيبقاو بحال هكا ماشي بحال دوك لي صابون الاخرين اللي كيولي بحال الحريره كديروا له هكا كيتخوا ما هذا كيبقى بحال هكا واخا تكون وراك شفتي راه اليوم كاينه الحراره كيبقى بحال هكا ما كتقدر منه حتى شي قطره
لي صابون نوار كاملين 30 درهم والثاني هديه. هديه دونك تقدري تاخذي واحد من هنا وواحد من مثلا ديال الكركم، تاخذي جوج ب 30 درهم وهادو راه يبقاو ليك مده طويله ان شاء الله. نرجعو عاوتاني مع هاد الكوتكار. هذا صغيور ومطيور، هو بصراحة ماشي صغيور، راه فيه الخير والبركة. هذا فيه 25 زيت، هنا مجموعة 25 زيت. دونك حنا ماشي كنشدو هاد لي بلونط، هاد الأعشاب لي هنا، وكنخويو عليهم زيت واحد، لا، كل عشبة من هاد 25 عشبة اللي كاينة هنا كناخدو الزيت ديالها. وحتى كاع يتسالى ليك تقدري تاخدي الزيت الخروع ولا اي زيت كتبغي تستعمليه لشعرك وتزيدي على هاد الاعشاب اللي هنا ويبقى لك ديما. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم لاشوت، شعرهم عاجز ما كيطوالش، وحتى تكوني دايره بروتين ولا كيراتين استعمليه مع الكمناش الشفافي. وحتى حتى الرجال، بيان شو حتى الرجال اللي كيكونوا عندهم الفراغات هنايا، هذا راه تقريبا شي 3 شهور وانا باش كنستعمله. هذا راه البيبي هير، راه خاطر، هو اللي خلف لك ديك الخلفات. هذا البيبي هير هذا واخا كيقلقني صراحه، ما كيبغيش يتقاد، ما تيتجمع على اللور القدام، ولكن غينوض. المهم يكون نايض. لا هذا خاطر، هذا انا كنستعمله واخا راني دايره البروتين، ما خسروا ليا ما حتى شي حاجه. وراه داير ب 120 والثاني فابور 80 درهم باش كيبقى ناخذ 10 اليوم، 10 غادي ناخذ اليوم. الناس ديال الثمانيات الا ما كانتش الهوته ديال بصح ما كيعجبهمش الحال، ما كيعجبهمش الحال، وما كيعجبهمش الحال. شحال كتبيعي؟ شحال كتبيعي في التشكيل؟ 120 لا بيس، لا بيس. شوفوا شحال صوبات فيه، شوفوا شحال فيه العدد. حيت كيمشي بزاف، لا باقي نفس الستوك، راه غير بغيت نحطو هنايا. عجبني وحطيتو، عرفتي داك الديكور، داك النيضر ديال داك الاعشاب وهذا، وحطيته هنا كله. شوفوا العدد اللي تخدم فيه ما شاء الله. هذا جات عندي واحد السيده كترضع، قالت لي عافاكي ما ديريش معايا داكشي ديال الكوميرس، نصحيني نصيحه اخويا، راه شعري كامل وكيطيح، راه وليت كنبكي. قلت لها شوفي انا غادي ننصحك داكشي اللي انا جربت لراسي، هذا ديه ديريه في الفروه ديال راسك وحتى في لونغور، خليه 4 السوايع الفوق ودخليه غسل. داز الايام، كنت يلاه بديت الخدمه معاكم، داز الايام مؤخرا جات عندي، بقات كتعنق فيا، قالت لي شكرا بزاف على هذاك الزيت خطير، وخدات من عندي جوج اخرين. هي يمكن اللي صيفطت لي كونفرساسيون ديالها. صيفطت لك لا كونفرساسيون، فاش يلاه بدات معانا اللي صيفط ليها شي حاجه مع كتعطيهم النمره ديالها، كنعطيهم نمرتي، كيبداو صيفطوا لها شكرا، ودابا جربوا هذا وعلاجوا وكتبدا تصيفط ليا، كنقول لها انا راه عارفه خصك تعرفي غير انت. كيعجبني الحال انا نكون زعما بحال كنبيع شي حاجه وتلقى، اكيد يعني كتحسي بالمنتوج ديال الخدام، الناس كتستافدوا منه. كتقول لهم قولوا لي شنو، كنبغي نعرف الاراء ديال لي كليون ديالي. والله كنعطيهم نمرتي ديالي، كنقول لهم بحال هذاك لو ماسك دولار، كتجي عندي شي وحده كتقول لي راه عندي بزاف لي ماسك راني معكازه، كنقول لها هذا راه ديال المعكازات راه مخلطين فيه كلشي، ديريه دو فوا ولا تخوا فوا باغ سومان وانا غنبقى نتبع معاك. فيما توصل تسعود الليل كنمشي مثلا كاتبه عليها شي حاجه باش نعقل عليها، كنقول لها نوضي ديري الماسك ديالك، واش فهمتي؟ يعني كنبغي نتبع مع لي كليون اللي كيجيو عندي. مزيان داكشي علاش الحمد لله كيمشي ويرجع عندي. ايوا مزيان تبارك الله عليك. بالنسبه لهذا لو سيروم ديال عرق الصوص، كياخذوه الناس حتى هو من عندي بزاف، كيتستعمل في البشره، كيحيد ليطاش الحروقات ديال الشمس، وحتى كيضغطي، وزوين ملي كديريه كتحسي بوجهك بيان يضغطي. كياخذوا حتى هو الناس بزاف، واليوم راه دايرين فيه واحد لا بروموسيون اللي زوينه، هو نورمالمون واحد ب80، اليوم دايرين جوج ب80، كتخلصي واحد وكتعطيك بودور كادو من عندها ثاني هديه. الهديه الثاني فابو، هذا سيروم ديال عرق الصوص، سيروم ديال عرق الصوص، هذا خطير ليطاش. هذا لونتي بو، هذا حتى هو كياخذوه من عندي لي مامون بزاف، وكيستعملوه حتى الناس الكبار اللي عندهم القمل في شعرهم، ولا حتى الناس اللي دابا في المدارس، معروفه الظاهره ولا ديال القمل بزاف في المدارس، الا بغات الام تيفيتي داك المشكل ديال يلصق ليها في ولدها الشعر ولا شعر ولدها ولا بنتها القمل، كتستعمل لي هذا الذهب به. وحتى الا كان فيه القمل ديروا ليه، راه كيحيد، وميم سي داك الصيب الصغيور اللي كيكون ما كيحيدش، هذا راه كيحيدو. كاين واحد المنشطه ديالو حتى هي عندنا، نوريها لكم، ها هي السنينات ديال الهرقاق، حتى داك الصيب كتحيدو، يعني ما كيبقاش داك البيض كيبان بحال هكا البيض في الشعر. هذا راه خاطر، تستعملو جوج مرات حتى ثلاثه، راه غادي تشوف بعينها النتيجه. هذا كياخذوه من عندي لا مامون بزاف، وحتى فتات فيه واحد ليكول في عيد الصباح،
جابوا لي داهم ياسمينة بارك اللي كاينه تما. جات المديره ديال ليكول خدات من عندي ستوك ديال هاد لونشي هذا. جات فيه تبارك الله كميه كبيره على حساب المدرسه. كيف الثمن ديالو ب 70 درهم؟ هذا 70 درهم والثاني فابور. لا هذاك ب 70 درهم ولابغوز فابور. لابغوز؟ لابغوز نورمالمون كدير 30 درهم 30 درهم كتبقى فابور مع الزيت. الوغ نورمالمون كتكون وراه فيها لي كولور. كيف ما قالت لكم كاينه هذه نورمالمون ب 30 هذا ب 60 70 دونك تاخذي هذا ب 70 ولابغوز معاه فابور. ولابغوز راه كاينه في الالوان، كاينه في لو روج في لو روز. واللي جاتها 70 بزاف وبغات ديال 60 ها هو راه كاين. الصغار كميه قل شويه. هذا الصغاور المطور ديال هذا ناقص عليه في الثمن وحتى في لا كونتيتي قل منه. نعم هذا حتى هو داير ب 60 وكتمشي معاه المشاطه ديالو فابور ياك. اييه هذا داير ب 60 درهم والمشاطه ديالو كتمشي. شوفوا البرودوي الاخر، نشوفوا لي برودوي الاخرين حيت عندنا تبارك الله ما شاء الله بزاف ديال لي برودوي غادي نهضروا عليهم اليوم. بحال هذا زيت الورد مقطر على البارد، هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو رائحه الورد كيبغي. هذا راه كيغطي لو كور، تقدري تستعمليه مورا الغازوار كيحيد داك الحبوب وداك الشيء اللي كيخلي لينا الغازوار، وحتى جلد الايوازه اللي كيكون في الرجلين راه كيحيدو يعني مورا الغازوار تدهني به. وحتى جات عندي واحد السيده قالت لي راني كنغازي به يعني كدهنو وكتستعمل الغازوار معاه، قالت لي راه عجبني بزاف. نورمالمون كانت كتستعمل شي زيت اخر مع الغازوار، مي ملي جربت هذا عجبها. وكاين حتى ديال الاكليل الجبل بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستعملوه لشعرهم. معروف اكليل الجبل بالفوائد ديالو للشعر، كيقوي وكيطول وحتى القشره راه كيحاربها وحتى الحكه ديال بزاف الشعر اللي كيكون دهني خطير. بالنسبه للشعر الدهني شعر ناشف شويه كيزيد حيت هو كيزيد ينشف شويه. بالنسبه للاثمنه الورد ب 40 والياسر ب 40 ولا خديتهم بجوج كيبقاو لكم 70 درهم. دونك هذا ب 40 والياسر ب 40 الا خديتوهم بجوج كيبقاو لكم 70 درهم. يعني غادي تاخدي هذا وهذا ب 70 درهم وكميه راه كبيره البنات. ندوزو لهاد لو ماسك بلارا. هذا هو بلارا اللي هضرتي عليه، هذا هو اللي هضرت عليه قبيله ديال المعكازات اللي ما كيبغوش يبقاو يخلطوا من هنا ومن هنا وجيب دارون مسوس من هنا وما ورد من هنا. هذا راه فيه اكثر من 6 الانواع ديال الطين وفيه حبوب اللقاح وفيه الحمص والفول وفيه عقسوس وفيه حتى النيله والعكر الفاسي وفيه الرز والشوفان والخرقوم والغاسول. دونك هذا حنا خلطنا ليكم الناس اللي معكازين في حالي. هذا تقدري ديريه شاك جوغ، تقدري ديريه مره ولا جوج ولا حتى ثلاثه كاع في السيمانه. كيف ما قلت تقدري تستعمليه يوميا يعني ما عندك مناش خافي. هذا كيبين كيحيد ليطاش وحتى كيخلي واحد ليكلا زوينه في الوجه. وميم سي فيه هاد الانواع ديال الطين كاملين وفيه الروز وداك الشيء راه ما كينشفش الوجه، يعني ملي غتغسلي بوجهك ما غاديش تحسي به ناشف ولا يدير لك الحكه ولا شي حاجه. هذا كياخذوه الناس من عندي في تشفين بزاف مع مواد، هذا كي زعما لي كليون ديالو وليت حافظاهم كتساليه دغيا وكترجع عندي كتقول لي بالله. وكاع وحده قالت لي ما يمكنش ديروا كميه اكثر بواطه اكبر من هذه. قلت لها كيلو كيلو الثمن ديالو. الثمن ديالو كيبقى ب 60 درهم وكتاخذي لا دوزيام غراتوي بو الصغير ديالو راه هو لداخل راه اون نوار اون نوار. هذا لداخل هذاك دونك كتاخذي هذا ب 60 وكنعطيك لا دوزيام غراور ديالو غراتوي. هذا راه تبارك الله ما شاء الله كمية اللي كبيرة نيلة. ندوزو ل ندوزو تبريمة الكود كار ديال لي كليون ديالنا. دابا تبارك الله ما شاء الله عليك كتشوف البرودوي اللي كيكون عليه الطالب كتعرفوا بأنه كنهضر عليه بزاف. هذا تبريمة كياخدوها بزاف. إذا وليت الكونفرساسيون بيني وبينها جيبي لنا تبريمة تبريمة بزاف مولات تبريمة هي أنا. هاد تبريمة هادي أباز ديال النيلة الصحراوية الحرة وفيها العكر الفاسي والورد وفيها بزاف ديال الأعشاب الآخرين وما فيهاش الحنة. هذا هو المهم ما فيهاش الحنة حيت التبريمات اللي كيكونوا مخلطين في الحنة كيخليو داك اللون النحاسي في الجسم، هادي لا.
هادي راها مني ديريها خصك تشديك السله ضروري. انا كنقول لكم ديما البنات اللي ما عندهاش الكتاف والعيانه بلا ما دير تبريمه حيتاش هادي كتخرج دوك الوسخ ديال السنين انت ولا ما درتيهاش ما كتحسيش بداك الوسخناط كتقولي ما كتسميش عمتي هي كتعاونك باش ما تعصبيش في الحمام حيت ما رضناش الوسخ كنبقاو نحكو هادي كتبرد القلب هادي خطيره كتبرد القلب كيف ما قالت مادام كيمشيو لهاد السيدات وكياخذوها وتيرجعوا لها وتياخذوها الا وفعلا حتى هما راه عجباتهم ووافقاتهم هادي هذا راه ما كتبقاش ليا التشفين كاع ما كتبقاش ليا بزاف نهائيا دغيا يعني كل نهار كتجي كل نهار كتجي هادي كتمشي ليا بزاف هادي وحتى كياخذوها العرايسات بزاف حيت من غير انها كتخرج الوسخ راه فيها النيل راها مبيضه داك الحروق الشمس اللي كيكونوا في العامق هنا في الاكواع كتوحد كتوحد اللون وكتخلي لابو بيان ايدغاتي كتحسي براسك يعني دوشتي تدويشة ديال القلب دابا هاد الاحساس ديال ان تحسي بالبشره ديالك كتصفى راه ماشي من الغسله الاولى من الغسله الثانيه دابا تقريبا انا نقدروا نقولوا واحد العامين وانا كنديرها فعلا راكي كتحسي بالبشره ديالك كتلقاي فيها نتيجه كتلقاي واحد البيوضه كتلقاي اللي كيكون فيهم لي تراس ديال الحبوب في ظهرهم لي تراس ديال الحبوب في ظهرهم راه كتحيدوا هذه ولكن كيف ما قالت العثمانيه راه ماشي ديريها مره وتقولي ما دارت لي والو خصك تبعيها انت كدومي فيها وانت كتحسي بها بحال الصابون اللي دي معاك ولكن هذه باش كتخلي البرودوي يعني الزوين اللي كيخليك تحسي براسك تزيدي تكملي فيه كيبين لك النتائج من الاول يعني كتديريها المره الاولى كتشوفي داك الوسخ اللي خرج ليك كتشوفي لحمك رطب اكيد غتبغي تعاوديها وكل ما عاودتيها اكثر واكثر كيعجبوك النتائج ديالها هادشي علاش كتسالى ليا بزاف تبارك الله عليك دابا انا اليوم انا نخضها انا مابقاش عندي بقات عندي شي حاجه قليله وانا راه تندير وتندوق كتذوقي يا كندوق قالك واش هادي حنا واش هادي كنقول لها خدي جربي منها هذيك الصابونه كذلك هذيك ولا دابا انت كديري دابا السيده اللي كتكون معايا بلاتي بلاتي لا باهي جات كتكون معايا في الحمام ديما تنعطيها هكا من تقول لي راه لطيفه عندك الصابون لظهرك كتقول لي ريحتها زوينه كنقول لها خذ والله ندوز لهادي هادي النفقه ديالنا ديال البودور هادي الغسول وفيه النفقه مجموعه من الاعشاب هادي راه كتشكلنا انا كتفكرني في جده الله يرحمها الريحه ديال الجداوات ريحه ديال ديال الاعشاب دونك هادي بالنسبه للناس اللي كيبغيو ريحه الاعشاب وحتى راها حتى راها كتحبس لاشوت يعني كدار كماسك تخلط مع الماء ولا مع الزيت وديريها فراسك وتخليها وتغسلي كتخلي ريحه الاعشاب فراسك بحال ريحه القرنفل المهم بزاف ديال الاعشاب ميكسين هنايا وحتى راها كتحارب لاشوت زوينه هذه بزاف وراه ما كتنشف الشعر وكاين هذا راحة هذا اباز ديال النافع البابون جو فيه بزاف ديال الاعشاب بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الامساك بزاف عندهم لي غاز في كرشهم كيحسوا بمصارنهم كيتحركوا مقلوبين وعاد دابا كيف ما عرفتوا راه جاي العيد تخمة ديال الماكله هذا راه كيحيد هذا راه كينقي المصارن حتى بالنسبه للناس اللي كياخذوا من عندنا اللحفه ولا داك لي برودوي ديال زياده المناطق الانثويه راه كياخذوا هذا قبل باش كيصفيو مصارنهم عاد كيبداو يستعملوا اللحفه يعني كيحيد دوك السموم اللي كيكونوا في الكرش في المصارن وهذا راه كنبغيو بزاف في العيد الكبير راه جبنا لكم حتى هذا الشيء ديال النحافه هذا ديال النحافه والرشاقه هذا ديال سميتو ديال الشاي الاخضر وديال التفاح هذا حتى المذاق ديالو زوين المذاق ديالو زوين بالنسبه للناس اللي عندهم الكرش عندهم كرشهم منفوخه بلا غاز هذا راه كياخذوا حتى وبالنسبه للبرومو اللي كاينه راه كتبقى راه حتى الثمن ديالها اللي هو 80 درهم وكنقصوا لكم فيها 20 درهم كتبقى 60 درهم وكتاخذي معاها تيزان غراتوي تيزان غراتوي وهذه 60 درهم كاين حتى الزعفران الحره دابا الزعفران الحره البنات العيد الناس اللي باغيين يديروا الطاجين الكوامل وداكشي ديال العيد هذا راه الزعفران الحر الاصلي شحال هذا
هذا كيبقى ب 30 درهم 30 درهم والثاني هذه والثاني هذه دونك تاخذي جوج من هذا تبارك الله دار يفوت لك العيد جوج من هذا ب 30 درهم والحر هذا الاصلي حتى هو البنات لشي دكه ديال اتاي والعيد ضروري خصو الدكيكات د اتاي وكنعقل واحد الفيديو كنا درناه وتبارك الله ما شاء الله هذا العلك كان مبقاش والعلك راه ماشي غير الاتاي ماشي غير الكشكوشه والبنه في اتاي العلك راه حتى كياخذوه من عندنا الناس اللي فيهم السكر بزاف وعندهم القلب هذا راه كينظم السكر في الدم وحتى كيحافظ على الصحه ديال الفم وكيدعم صحه القولون وحتى كيخفف من السعال والتهاب الحلق يعني ولا مزيانه البنات بزاف الا درتو الكيكه ديروا فيها شويه راه كينفخ كتجي فوق والخبز حتى هو الا طيبتيه وبغيتي يجيك بحال الا مذهب لوحي فيه واحد الشميه عوض ما ديري السكر مع الخبز باش يطيب لك زعما الخبز دغيا محمر ديري هذا طبيعي كيعطي اللون كيجي زوين هذه فكره جديده اول مره نسمعها اللون ديالو هذا يلا جربوها البنات العلك الصحراوي في الخبز وفي الكيك شوفي كيفاش غتنفخ هذاك حبيبه ديالي 30 درهم والثاني جوج ب 50 دونك تاخذوا جوج ب 50 وراه فيهم تبارك الله كيف ما كتشوفوا راه كونسيتي لي كبير وراه غير حجيره منه راه كافيه وندوزو دابا لحبوب اللقاح اللقاح اللي معروفين بالفوائد ديالهم فقط الدم يقدروا يشربوا ياكلوهم حتى الوليدات الصغار اللي فاقدين الشهيه راه كيجيو ديجا عندي العيالات كياخذوا هذا مع تركيبه الاطفال هذا كيتطحن معلقه منه تعطيها له مع الحليب مع اتاي ولا حتى لا بغاها ليك بوحدها كيفتح الشهيه ومام طون كيحيد فقط الدم معروفين زعما الفوائد والثمن ديال حبوب اللقاح 60 درهم والثانيه هديه دونك تاخذوا جوج ب 60 درهم ورا فيهم الخير والبركه تبارتو وبالنسبه للصابون راه كاينه ديال النيله ديال الزعفران والسداب وكاينه حتى ديال حليب الماعز بالنسبه للناس اللي زعما كيبغيو يغسلوا وجههم بهذا ديال الماعز ولا حتى ديال النيله وراه كاملين بهم مبيضين وحتى كيخليو واحد ليكلا زوينه في الوجه راهم كاملين دايرين ب 10 دراهم 10 دراهم نمشيو لهنا نشوفوا الجديد كاينين هذه لي برودوي ديال زياده الوزن في المناطق الانثويه كاين ديال اوسي كاين هادو ديال المناطق الانثويه وكاين حتى ديال الوجه كاين واحد ديال افون وكاين واحد ديال ابري دونك هذا بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا الوزن غير في المناطق الانثويه كيستعملوا واحد افون قبل وكيدهنوا في يديهم وكيدهنوا في المنطقه اللي بغاوها تزاد واحد الطريقه ديال المساج واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه كيتسناو شويه وكيديروا هذاك ديال لافون هذا راه حتى هو كياخذوه الناس بزاف ولقاو عليه نتائج وبالنسبه للثمن ديالو كيبقى ب 250 درهم وكتاخذي لا دوزيام ديالو غراتوي دونك كتقدري تاخذي لافون ب 250 درهم ولابخي غراتوي نورمالمون راهم بجوج ب 500 درهم دابا راه دايرينهم بجوج ب 250 درهم فرصه ومناسبه كاينين اوسي لي بيوتان كاين هذا في الكرونا كاين في الغوز باربي وكاين حتى في البيش هذا اباز ديال الورد والعكر الفاسي الحره وهذا راه فيه لي اس بي اف يعني تقدري ديري وتخرجي وما تخافيش من ليطاش وحتى كيسولوني الناس كيقولوا لي واش الا درت مقيطه وتسنيت عاد باش استومبيت واش ما كتبقاش مطبعه لا هذا تقدري ديريه وتخدميه على خاطرك ما كيطبع ما حتى شي حاجه جربيه نيت في يدك كيخلي واحد لاكولور اللي واحد لاكولور اللي طبيعيه وحتى كيف ما كتشوفي اللمعه وما كيتمسحش دغيا انا ملي كنكون دايره واخا كنتغدى ولا شي حاجه ما كيتمسحش ليا ودابا جاي البحر بالنسبه للناس اللي بغاو هكا حيت ما كيمشوش الناس بالماكياج البحر يديروا غير هذا في الحنيكات وفيهم راه كي زعما راه كيبقى كيبقى وكيف ما كتشوفيها انت راه ما كيتحيدش ما كيتحيدش دغيا الثمن ديالو الثمن ديالو داير ب 60 وثاني كتاخدي لا دوزيام غراتوي ثاني صابور من هذا نفسه كتاخدي هذا الكبير وهذاك الصغير واحد كبير واحد صغير تقدري تاخدي تي الكبير حمر خدي الصغير غوز الا خديتي الكبير غوز خدي الصغير باش تاخدي جوج الالوان حتى الغوز ديالو الالوان كاملين حتى الغوز ديالو راه لونه زوين بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستعملوا الغوز الا بغيتي نجربو كديري غير مقيطه من ورا ديري هنا هنا حيت ما مغيشدش مزيان انوريك حيت البشره ديالنا نجربو هنا حيت البشره اللي في الكف ماشي هي اللي فوق اليد هكذاك تما وحتى كيخلي اللمعه
حتى الغوص ديالو زوين. وبالنسبه لمسك الطهاره راه كاين مسك الرمان، مسك الغزال، كاين مسك قمه لو بارفان قمه، كاين مسك العنب، كاين هذا ديال البودور ديالنا، كاين مسك الاسود، وكاين حتى الابيض، وكاين حتى ديال زهر الليمون، وكاين ديال بومبلوموس. كلهم كيبقاو ب 50 درهم وكتاخذي الثاني من ما بغيتي هديه. تاخذي مثلا واحد من قمه وتاخذي واحد من انا العنب بجوج ب 50 درهم. اي واحد خديتي غتاخذي الاخر زعما من اي شكل بغيتي ب 50، بجوج ب 50. برودوي الاخر كاين هذا ارغان ديال الكوزميتيك بالنسبه للشعر والوجه. الناس اللي كيبغيو راه معروفين المنافع ديال ارغان بالنسبه للناس اللي كيبغيو يرطبوا به وجههم بالليل، يستعملوه ليطاش، راه معروف زعما المنافع ديال الارغان. كتاخدي وحده ب 100، الثانيه هديه، الثانيه هديه، دونك كتاخدي جوج ب 100 درهم. مرحبا بكم البنات، الصحه وراه. وكاينه اوسي لا بودغ ديال النيله الصحراويه الحره، وكاين حتى اللحاف ديال النيله الصحراويه. هاد لو ماسك غير ديال الوجه، اللحاف زعما غير ديال الوجه. بالنسبه للنيله دايره ب 50 درهم، وكتاخدي لا بودغ غراتوي. فوالا كتاخدي اللحاف هذا ب 50، وهذا كتاخديه غراتوي. نعم. الكود كار ديالي انا ايزولا، هذا تريتمون على قبل الشفيرات والحجبان بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال شفارهم قصار ولا خفاف وحتى حجبانهم، ولا اللي كانوا ديجا عندهم وطاحوا ليهم. هذا راه اباز ديال الزعفران الحره والخروع، وراه ميم يدخل زعما في العين راه ما كيضر ما حتى شي حاجه، ما تحسي براسك بحال اللي راكي ما دايره والو. هذا انا كنستعملو يوميا بالليل، وحتى تقدر هذا بالنسبه للناس اللي كيطيحوا لهم الشفران كيديروه، ما كيبقاوش يطيحوا الشفران. واللي عنده شفيرات وباغاهم يطوالوا ويقواو راه كيطوالوا ويقواو مباشره. واش قادره تستعملي حتى زعما كماسكارا انفيزي؟ اييه. دونك كتاخدي واحد ثاني هديه، جوج 30 درهم الوحده. نعم، بحال 30 درهم الوحده. قلت لك ديري يدك في يد اختك وصاحبتك وجارتك وجي. كاينه الكحول اللي مدقوق ومعاود 5 المرات بالعجوه ديال التمر والعظم ديال الزيتون، وراه كحل نيت ماشي داك الكري، حتى في التكحيله ديالو كيجي زوين. هذا داير ب 30 درهم، وكتاخذي المرود هديه. هديه. كاين اوسي العكار الفاسي الاصلي الحر كيف ما كتشوفوا، داير بحال قشور الحوت. اها، هذا داير ب 50 درهم، وكتاخذي ثاني هديه، يعني غتاخذي بحال 25 درهم الوحيده، وهذا راه فيه الخير والبركه تبارك الله، حيت كتستعملي منه غير واحد الطريقه بالصيف كتحتاجي للكريمات. نعم. كتحتاجي غير شويه منه كافي. وكيبقاو هنايا هادو، هاد المكحلات هادو تراديسيونيل، كاين هاد الملونين هادو كيبقاو ب 25 درهم، وكاينين ديال العرعار هادو ديال الليمون، هادو ديال الليمون، وكاينين ديال العرعار كيبقاو ب 30 درهم. الا خديتي وحده من هادو ديال 30 درهم غادي تاخدي من هادو ديال الليمون وحده فابور هديه. هاد لو برودوي هذا تايو، هذا بالنسبه للناس اللي فيهم الم المفاصل كيشدوهم لي كلاكاج بزاف، راه فيه مجموعه من الزيوت. وفيه هذا كنقولوا لهم ديما مرضيه الوالدين، ومرضيه الوالدين ومرضيه الوالدين الوالدين، وراه حتى احسن هديه للوالدين، وراه حتى هو فيه بروموسيون اليوم ب 150 درهم والثاني فابور. دونك البنات كتاخذوا ديما ب 150 درهم، اليوم غتاخذوا ب 150 درهم 150، وغتاخذي الثاني فابور. واحد ليك، واحد لماماك، واحد لعدوزتك، واحد لماماك، واحد لباباك، واحد لماماك، استفدي من هاد لا برومو هادي، راه زوينه بزاف. وبالنسبه لمسك الطهاره ديال الاميره اللي معروف في التبييض وفي التعطير ديالو، ريحته خطيره. هذا انا عندي، هذا حتى هو فيه بيان سور بروموسيون اليوم ب 120، والثاني كتاخذي فابور، دونك كتاخذي جوج من هذا ب 120 درهم. ايه. وبالنسبه لهذا المسك الابيض اللي حتى هو كيعطر وكيبيض المنطقه الحساسه، داير ب 100، والثاني فابور، يعني غادي تاخدي جوج ب 100 درهم. والكالسيوم جيل راه هضرنا عليه قبيله، قلنا الثمن ديالو كيبقى ب 60 درهم ولا دوزيام غراتوي. كاين هنا بخاخ ديال البودور اللي ما فيهش الكول، ما فيهش لي برودوي كيميك، شي حاجه اللي هي بيو طبيعيه، كديرها على اللحم ديالك مباشره، ما تخافيش منها. كانت عندك الحكه، كانت عندك لابو ديالك سونسيبل ما كتقبلش لك اي ريحه، فهذا كتستعمليه زوين بزاف، والرائحه ديالو ديال لي فخوي مخلطين كيبقى ب 60 درهم، والثاني فابور. وكاين عندنا هنايا هذا ديال رحيق، سبراي ديال رحيق الملوك. رحيق الملوك هو كانوا
بكري كيسميو الفلور دورونج اللي هو زهر الليمون كيسميوه برحيق الملوك، لان كانوا الملوك عزيز عليهم بزاف وكيستعملوه في العطر ديالهم وفي القصور ديالهم. وهذا كيبقى هذا ب 50 درهم حتى هو، لا بوسونسيبل ما فيهش الكول، نفس الفوائد ديال بخاخ بودو، الريحه كتكون مختلفه، كيبقى ب 50 درهم ولا دوزيام غراتوي. وهنا كاين عندنا ديال ياسمين الشام، الريحه ديالو رائعه، انا هذا هو اللي كيعجبني بزاف، هذا ديال ياسمين الشام ولا كنستعمل ريحته رائعه، كان من البخاخات الاولين كانت عند بودو. اييه اي عاودناها ثاني صيبناهم تحت الطلب، وهما كيكونوا بزاف كيبغيوهم الناس في الصيف، اغلبيه كيطلبوهم لينا في الصيف، حتى هو كيبقى ب 50 درهم ولا دوزيام غراتوي. عجبك ياسمين الشام وعجبك الفلور دورونج رحيق الملوك، تاخدي واحد رحيق الملوك وياسمين الشام غراتوي. بالنسبه لبخاخ بودور كيبقى ب 60 درهم، تقدري الا خديتي بخاخ بودور ب 60 درهم تاخدي معاه اللي بغيتي في الاشكال الاخرين. وكاين هنايا الزيت الماء الورد اللي كتقطريه في قلب العوينات ديالك كتخلطي به لي ماسك، كان مشكل ديال القبض كديري معلقه في كاس ديال الماء كتشربيه كيحيد لك القبض بيو 100%، عينك كانوا حمرين كتحسي بالحكه بالعيا في عينك، كديري شويه في كوتون ديسك وكتحطيه، كيكون ديجا هو في الثلاجه بارد، كتحطي على عوينتك كتحسي بداك الصهد كلشي كيهبط. وبالنسبه لهذا فهو الزيت ديال لي فيرجيتور، المراه اللي يلاه كتكون حامله الكرش ديالها كتبدا تطبطق، اولا من بعد واحد الوزن اللي هو كانت كتوزن وضعفات كتستعمليه كيحيد لك دوك لي فيرجيتور، ما كيبقاوش زرقين ولا حمرين، كيوليو في اللون ديال اللحم ديالك. حتى البنات حتى اروى كيكونوا نعم. مراهقات كيبداو يزيدوا في الوزن، في الوزن كون داك التشققات عندهم في التدي ديالهم في الاهداف ديالهم. نعم حتى هما مزيان نقولوا وقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج، لان التشققات انت كيجيونا كيجيونا ملي كيكون عندنا داك زياده في الوزن بواحد الطريقه اللي هي شهر تزاد فيه اولا شهر طاحت فيه الوزن، اما ملي كتبقاي تزيدي في الوزن بشويه بشويه ولا كطيحي الوزن شويه بشويه الجلد ديالك كيتيرى ولا كينقص ولا كيزيد بواحد الوتيره اللي هي طبيعيه ما كتاذيكش. وبالنسبه لهنا عندنا الزيت ديال النعام، هاد الزيت ديال النعام هادي راه جبتها تحت الطلب ديال الناس، راه كيستعملوها الناس بزاف مع دروات الجمال ومع الالم ديال المفاصل، المشكل ديال الركبه الا كانت كدر. وعندنا هنايا الصباغه الطبيعيه اللي كتستعمل الشعر العادي اللي ما فيهش الشيب اللي ما فيهاش الحنه، بالنسبه لهذا راه الثمن ديالو 40 درهم والثاني هاديه. وبالنسبه للصباغه الطبيعيه الا بغيتي الحنه كتزيديها كتخلطي بخل التفاح باش كيفيكسي لك لا كولور ديالها، وكيمنع التساقط ديال الشعر، هو راه اعشاب ديال الطياح ديال الشعر. درناها صباغه لان اللي دارها كتصبغ ليه شعره كتعطي واحد الماغوشه طنغزال بزاف في الشعر، انا مستعملاها البنيسات ديالي الحمد لله، وحتى البنات اللي خدامين معايا كيديروها، خاوله كانت دارتها اخر مره جاها اللون جاها رائع ما شاء الله بصحتها، كيبقى ب 50 درهم ولا دوزيام غراتوي. ندوزو لاحسن شامبوان بودو، المهم كنحتارم الشامبوانات الاخرين ديالك ولكن هذا عندي الرقم واحد ممكن حيت هو اللي كنخدم به. شامبوان الصراحه اللي واعره البنات، شامبوان بياض تيل سون سلفات سون صابون سون بارابين سون كولورون سون بارفان رائع جدا، وبسون ديغام البنات، غير هاد المره هادي غتاخدو بسون ديغام ولا دوزيام غراتوي، زيدي فيه لا فيتامين او ديرها الكيراتين ديرها البروتيين لشعرك، وليدات الصغار تغسلي به ما تخافي منه حتى شي حاجه، وفيه ليساج يعني ملي كتغسلي به ما كطريش انك ديري الديميلوغ موراه. هاد الشامبوان هذا الرقم واحد، هذا الادمان، الادمان وليدات الصغار. كاين عندنا هذا غزال غزال، كاين هذا الصابون ديال بلونش نيج حتى هو ديال البشره اللي كتكون حساسه ما كتعرفيش مالها حتى كتبدا تحمر ولا كتحكك ولا كديري حتى هو كتغسلي به البشره ديالك اولا اللحم ديالك اولا البيبي ديالك اللي عندك وليد صغيور اولا حتى الناس اللي عندهم السكر كيكون عندهم واحد الحكه راه كيصلح ليهم بزاف، كيبقى ب 35 درهم، هذا ما فيهش لا برومو كيبقى ب 35 درهم. بالنسبه لهذا السيروم اون جوجيت كيمشي مع هذا لوباك هذا، ولا عندي واحد البريزوين الباك ديال بودور كامل، بالنسبه اللي بغى الباك كامل اللي بغى هكا بالديتاي راه ماشي مشكل. هذا بالنسبه للسيروم 80 درهم كتاخدي لا دوزيام غراتوي. وهنايا 360 درجه ديال الماء ديال الورد اللي بالنيله الصحراويه، درنا لكم 180 درجه حيت كنا عارفين غنزيدو نطوروا منه باش نديرو 360 درجه، حتى هو كيبقى ب 30 درهم، نقدر ندير لكم في واحد لا برومو ديال جوج ب 50 ما نقدروش نزيدو اكثر. وبالنسبه لهذا الفلور دورونجي اللي هو الجيل دوش ديال فيتامين سي، هذا غزال، هذا كيخليك واحد الريحه زوينه في الجسم ديالك وفريش كتحسي به خفيف على القلب وعلى الصحه وعلى وكاين هذا الصابون البلدي ديال بلونش نيج بالسيترون مع الخرقوم وفيه تنيله الصحراويه مبيض رائع، وكاين هنايا هذا كيبقى ب 40 درهم وهذا كيبقى ب 60 درهم ولا دوزيام غراتوي. وبالنسبه لهذا هذا الكريم ديال بلونش نيج مبيض اللي هو رائع جدا وفي نفس الوقت
في نفس الوقت كيضغطي لك لابو ديالك وكيضغطي لك التجاعيد، ما كيبقاوش لك دوك الخطوط الرقاق اللي كيكونوا في البشره ديالك. مصيب بعراق الصوص بالكرموس الهندي، فيه البابونج الالماني، زوين بزاف بزاف بزاف. الناس اللي كيستعملوه الا جات على خاطركم عطيونا التجارب ديالكم في لي كومونتير. اييه هذا الزيت ديال الخزامه كيبقى حتى هو ب 30 درهم، وبالنسبه لهذا كيبقى ب 150 درهم، الا بغيتو جوج ب 200 درهم كيبقى ب 100 درهم الواحد. وعندنا واحد لا برومو غزاله بزاف بزاف ديال الزبده، الزبده ديال المونغ اللي كترطب الشعر، وعندنا الزبده ديال الجزر حتى هي، وكاين الزبده ديال الكوك غنيه عن التعريف، وكاين الزبده ديال نوار الشمس بالاوكيبي. بالنسبه لهاد الزبده هذيك 80 درهم الثمن ديالها، كتاخذي لا دوزيام غراتوي، وبالنسبه ديال الجزر 60 درهم ولا دوزيام غراتوي، وبالنسبه ديال الكوك 60 درهم ولا دوزيام غراتوي، وبالنسبه ديال عباد الشمس حتى هي 60 درهم ولا دوزيام غراتوي. تقدري تخلطيهم بربعه وتصيبي واحد الكيراتين طبيعي زبده لبنتك للشعر ديالك، كتفزقي ليها الشعر ديالها واحد شويه وكديري ليها الزبده وكدوري لها باتشا، تخلي لها من 3 حتى 4 السوايع غسلي لها شعرها وردي علينا الخبر. ومرحبا بكم عند بودور كوزميتيك. العيد الكبير والعطريه البنات، بودور جابت لنا تشكيله د العطريه ولا تنسيمات العيد ان شاء الله، منسيمات ان شاء الله للعيد. عرفتوا البنات تنسيمات العيد اليوم شحال؟ من 5 دراهم، تاخذي 10 دراهم وتاخذي 5 دراهم. كاينه ديال التقليه، كاينه ديال القديد وديال المشاوي، وكاينه حتى ديال المروزيه كتاخذي وحده ب 10 دراهم، وكاينه حتى ديال توابل اللحم، وكاينه ديال الكفته بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الكفته في العيد الكبير، هادو كاملين كيبقاو ب 10 ديال الدراهم. كتزيدي 5 دراهم كتاخذي ديال توابل ديال السمك ولا ديال البسطيله، ولا كتاخذي هذه ديال الاعشاب المنسمه، ولا كتاخذي ديال البيتزا كاينه، ولا كتاخذي الثوم والبصله بودر. مرحبا بكم البنات، شو العطريه ديال العيد ببلاش، منسمات العيد ببلاش عند بودر ابتداء من 5 دراهم. 5 دراهم العطريه، العطريه ديال العيد. كاينه ديال القديد، كاينه ديال التقليه، كاينه ديال المروزيه، كاينه ديال هادو توابل اللحم ديال الكفته، كتاخذيهم ب 10 دراهم، وكتاخذي عاوتاني هادو المنسمات للحوت من هادو ب 5 دراهم. ب 5 دراهم. دابا غادي ندوزو للعسل ان شاء الله. البنات جميع انواع العسل بمناسبه العيد الكبير ديري ليهم 50 درهم. عندك العسل ديال الدغموس 50 درهم، العسل ديال البابونج 50 درهم، العسل ديال النافع، ديال السدر، ديال لافوكا، حتى العسل ديال الفرنانه البنات اللي كان كيدير 100 درهم الرابعه كيبقى ب 50 درهم، وديال الاعشاب العسل اللي بغيتوه رابعه ب 50 درهم. يعني هاد بالنسبه للبنات العسل ديال لوكاليبتوس كيبقى ب 40 درهم ولا دوزيام غراتوي، وبالنسبه للعسل ديال الليمون كيبقى ب 30 درهم والثانيه هديه. بلاتي ارمو بلاتي بالعسل 30 درهم والثانيه هديه، والثانيه فابور. نعم الثانيه هديه 30 درهم، والثانيه بحال دابا العسل 15 درهم. 15 درهم 15 درهم. لا تحمستي؟ لا كاينه كونتيتي تبارك الله، وكاين الخير، كاين الخير ماشي مشكل، نزكيو نزكيو شويه ياك ديروا الزكاه، نديروا الزكاه. كاين هذا ديال الكاليبتوس حتى هو ب 40 درهم، كتاخذي لا دوزيام غراتوي. وكاين عندنا التركيبه السباعيه اللي فيها جوج ديال لي برومو، برومو اللي واتاتك واللي عجباتك خديها. كاين عندنا البرومو الاولى اللي هذه ب 300 درهم، بغيتي جوج كيبقاو لك ب 500 درهم، يعني ناقصه لك 100 درهم فيهم بجوج. وكاينه لا برومو الثانيه اللي هذه ب 300 درهم وكتاخذي معها عسل ديال الاطفال هديه. وكاين عاوتاني لا برومو الاخرى ديال التركيبه ديال الاطفال اللي هي هذه ب 150 درهم، كيبقاو لك جوج ب 150 درهم، الثانيه هديه. البنات راه ديما كتاخذوها ب 100 درهم اون برومو الاصلي، والثمن الاصلي ديالها راه 150 درهم اللي هو دابا قلتو ليكم، وكتاخذي الثانيه هديه. يعني الا خديتيها ب 100 درهم ما غتاخذيش الثانيه ب 100 ب 50 درهم، يعني راه هما دابا بجوج طلعوا لك ب 150 درهم. يعني الا درنا لا برومو ديال 100 درهم راه ما تسلككمش حيت تولي تاخذيهم بجوج ب 200 درهم. هذه هي لا برومو اللي فيهم. بالنسبه للفوائد ديالهم هذه ديال الوليدات الصغار، راه مزيانه للتركيز، مزيانه بزاف لزياده الوزن، مزيانه للتبول الارادي، القبض الا كان الوليد ديالك يعني من القبض، مزيان بزاف الحساسيه الموسميه اللي كتاكد الوليدات كيبداو يعطسوا ولا الحكه ولا الحساسيه، ومزيان بزاف للتركيز. الاكل يعاون الدري على تنشيط الذاكره ديالو، كيولي الدري تبارك الله كيرد البال للحاجات وكيعقل على الحاجه ما كينساهاش، راه مزيان بزاف حتى الوليدات اللي كيكونوا كيحفظوا ميم سي في الباك يقدروا يستعملوهم، لان فيهم حبوب اللقاح وفيهم العسوله اللي هما زوينين بحال الكاليبتوس بحال الليمون، وفيه واحد النسبه ديال الغذاء الملكي
اللي هي على قد لاج ديال الوليدات الصغار. هادو كيتخادوا البنات من 4 سنين فما فوق ممكن تستعملوهم. وبالنسبه للتركيبه السباعيه راه معروفه والفوائد ديالها معروفين، اللي هي مزيانه بزاف المشكل ديال التكيس المبايض، مشكل ديال لي كيس راه كتستعمليها 40 يوم كديري لي زاناليز ديالك ولا كدير التلفازه عند الطبيبه كتلقاي الكيس كيبدا ينقص بزاف السنتيمات اللي هو فيه. مزيان الحموضه ديال المعده. انا قلت لي ارو غنوجد لك واحد التركيبه اللي غتلق الالام ديال الكنعاني البنات كنعاني. انا عندي مشكل ديال الكيس لقاته عند الطبيبه فيه 3.75 سنتيم. درتي التركيبه؟ قلتها لك. اه درتها، انا درتها بالضغموس حاره، يعني ما نضلش انهم يصبروا لديك الحروره. ولكن ملي مشيت عند الطبيبه رجعت لعندها قالت لي فيه سنتيم الحمد لله. آه وكاين واحد الشهاده مده ديال 15 يوم. المهم واحد الشهاده غنقولها في عرفتوا البنات العلم الزرابي المراكشي. المهم كنعتذر المراكشي حتى هو عنده الزوجه ديالو عندها مشكل ديال الغدد، والمره الثانيه كتاخذ من عند اروى كتصوب لها واحد التركيبه كديريها هي القص الهندي وهذا. وهذه المره قال لي لطيفه راه جاتها حاره. قالت لي اروى راني زدت لها شويه على حساب حيت غدير لي زاناليز دابا. في الاول درت لها العسل ديال الزعتر وجاها زعما بنين وداك الشيء عجبها. في لا دوزيام فوا درت لها العسل ديال الدغموس. فكرت قلت حتى الا عندها شي مشكل ديال شي كيس ولا شي مشكل هكذا في الرحم ديالها ولا الدغموس مزيان، وفي نفس الوقت عطاها نتيجه فوريه حيت مباشره مورا غادير لي زاناليز ان شاء الله. ان شاء الله باش تشوف الغده فين وصلت ليها ان شاء الله باذن الله. حيت التركيبه حتى هما كيكونوا عند بودور. عرفتوا البنات الاول مره عند بودور هاد الاثمنه ديال العسل، اول مره هاد الاثمنه ديال العسل عند بودور. عرفتي باش تاخذي تركيبه الاطفال جوج 150 معمرها كانت، وباش تاخدي العسل ب 30 والثاني كادو بحال العسل ب 15 درهم عمرها كانت. يلاه بروفيتي وسارعوا. عمرها ما غتكون غنقولوا غتكون ان شاء الله العيد الكبير الجاي ان شاء الله بلا بقينا في الحياه. الليمون شحال الليمون؟ الليمون 30 والثاني فابور اعطيه ليا ياك ياك بغيتي ياك الله يسخر. لا عرفتوا علاش الليمون؟ حيت الليمون من العسل اللي زوين تاكلي في عود ما تاكلي الكوف تستعملي حتى في لاماس التجميل وهذاك الشيء. اه عرفتي دابا العسل بحال ب 15 درهم راه ما شاء الله. قلت لكم اروى تحمست بزاف هذا الفيديو هذا الله يسخر ويجيب التيسير. ونرجعوا شنو باقي لينا؟ باقي لنا المسكه الحره. باقي لنا المسكه الحره كتبقى حتى هي ب 50 درهم والثانيه هديه. وبقى لينا تما البروبوليس، هذا هو البروبوليس كيبقى ب 20 درهم، وهذا طلع النخيل كيبقى ب 20 درهم، وكاينه البنات حتى القسط الهندي غير باقي ما استفناش حتى هو كيبقى ب 20 درهم. وبالنسبه للتركيبات دير لكم واحد المفاجاه زوينه في التركيبه ديال تساقط الشعر. كتاخذي القرعه اللي هي هذه ب 150 درهم، وكنعطيك لا دوزيام غراتوي اللي كتكون في هذا القياس هذا. كتاخذي جوج فابور الثانيه فابور، يعني كتخلصي هذه ب 150 درهم. وكنعطيك هذه هديه، هذه الا بغيتيها هديه من زيت التنحيف، بغيتيها من دوالي الساقين، بغيتيها من زيت تبيض، ماشي مشكل تقدري تستافدي من يعني ما تاخذيش نفس الزيت. وكاين عندنا هادو لي زومبول هاد لي فيتامين هادو حتى هما ب 5 درهم كيبقاو الوحده. كاينه البنات المورينغا بودر ها هي كتبقى ب 60 درهم والثانيه هديه، وكاينه المورينغا هكا اونجيلي حتى هي ب 60 درهم والثانيه هديه. كاينه لاشواكاندا بالنسبه للناس اللي كيستعملوها، وكاينه الحلبه جليل، وكاينه لاسبيرولين اللي كتصلح بزاف الموك ديال فيتامين دي وكتعطينا المعادن بزاف في الجسم ديالنا حتى هي ب 80 درهم والثانيه هديه. سبيرولين لاسبيرولين شحال؟ 80 درهم والثانيه هديه. والثانيه كادو انتم قلت لكم راه بودور تحمست لي معنا حتى نسينا ما ذكرناش لكم غداء الملكات بودر جينسين. كتاخذي غداء الملكات ديال النحل ب 70 درهم، كتاخذي الجينسينغ معاه هديه 10 غرام. يلا كامل متكامل. والاملو عملوا شوفي الناس ديالنا غيتقلقوا غيتخاصموا معنا وما يبقاوش يجيو عندنا الا ما لقاوش املو. كيجيو ضاربين الطريق ولا ما كانش لا بروموف املو واملو. شوفوا العدد، شوفوا لي العدد املو. املو كاين بواحد لا كونتيتي اللي هي معقوله البنات. مرحبا بكم اروى كتسخر لكم بودور كتسخر كتجيب لنا املو 50 درهم 50 درهم 30 درهم وحده، بغيتي جوج ب 50 درهم. والعدد العدد بالنسبه لهذا راه معروف داكشي اللي كنقولوا ديما هو اللي كاين املو ديال البلدي داك الصغيور الزوين وكتحيد ليه النباته ديالو. راه شحال من واحد كيقول لي واش اللوز اختي واش غلطتي عطيتينا اللوز. والعسل ديال الليمون الليمون وزيت العود زيت ديال العود راه غتعرفي زيت العود ولا لا ملي كتذوقي راه ما تيديرش الحرقه الماء كتنوض عليك لا مازال العجين كتكون ديك الريحه اللي كتكون ديك الريحه المائده بزاف. مرحبا بكم البنات. حلي واحد انا غندي منه انا املو راه ميمكنش. شوفوا املو كيفاش دايره البنات واعر شو املو اللي خداوه وما يكتبوا لينا.
نعم عملوا البذور من راكي عارفه داكشي الاخر اللي كيدوز عرفتي كيلو ب 50 درهم كيلو ب 50 درهم اللي عندها بعدا الدراري راه الكاوكاو راه غزال بزاف للولاد راه كيحفز على داك الهرمون ديال التستوستيرون اللي كيكونوا كيترينيو داكشي راه كيستعملوا بزاف داك الزبده ديال الكاكاو هذا. مرحبا بكم البنات. وكان فيديو صراحه ممتع مع بذور والبرودوي، واليوم عاوتاني برومو غير كل البروموات كيف ما شفتوا، يعني كتاخذوا ان شاء الله دائما البرودوي والثاني غراتوي، يعني الثمن اللي ما كانش. واللي صدمني انا اكثر اليوم البنات هو العسل، العسل صدمني الثمن اللي دارت اليوم بذور، تحمست بزاف اليوم. واش نقول لك شوفي ديما كنقول لك ملي كناخذ شي حاجه بشي ثمن معقول والكاليتي والجوده راه كنحافظوا عليها وكيبقى التقليد علينا كنوصلوها بثمن معقول. ملي ما يمكنش راه ما يمكنش البنات. ولا بخوم انا كنعاود نقولها لكم المره الثانيه، غادي تكون فيها ان شاء الله ملي يطلع الفيديو 5 ايام ديال البرومو. اللي جات مور 5 ايام الله يجازيكم بخير، ما تحرجوناش حيت ما يمكنش لينا. لكن دابا جي نقول لك 5 ايام، دابا عندنا الاثنين ثلاث الاربع الخميس الجمعه يتكمل البرومو. وكملي خيرك اصاحبتي حتى للحد حتى ليله العيد صافي بذور يجازيك بخير. تحرجيني بزاف. لا ماشي تنحرجك، دابا عرفتي علاش راه كاين الناس اللي ما مسالياش، عرفتي دابا غيبداو يكتبوا في لي كومونتير غلط بذور حنا سافرنا حنا هادي خلي بعدا غير العيد حتى ليله العيد. يلا اللهم يسر البنات. المحل محل كل الشغل شغلك. الله يحفظك الله يكبر بك، عرفتي انا كنقجر عليك صراحه. ماشي مشكل يلا البنات غتستافدوا بالبرودوي ان شاء الله، ولا ماشي بالبرودوي بالبرومو ان شاء الله حتى ليله العيد. يلا املوا ان شاء الله العطريه العسوله كلشي ان شاء الله. ومرحبا بكم عند بذور البنات، وبسلام عليكم البنات. الفيديو جاي ان شاء الله في امان الله. بسلامه. بسلام عليكم بلعب. ومرحبا بكم عند الغزاله ان شاء الله سكينه في بذور في تاشفين. يلا البنات مرحبا بكم وبسلام عليكم وعواشركم بروكين، الفيديو جاي ان شاء الله في امان الله. سلام البنات، جينا نوريكم الطريق ديال بذور كوسميتيك. المحل ديالنا متواجد في قصريه ديال سباته، هذا شارع الهراويين حاليا وسابقا سميتو شارع المدنيه. ها يعني كي كتشوفوا معايا قصريه المدنيه هي مسدوده، ودابا حنا غاديين باش نوريكم الطريق ديال المحل. ما عندكم فين تلفوا غير هذا الشارع كتهبطوا معاه نيشان. معروف اللي قالوا لي الشارع ديال سينما المدنيه راه معروف. حنا دابا راه من الفوق هابطين لتحت ان شاء الله. الناس اللي كيجيو كيتلفوا ما كيعرفوش النعت، ها هو الشارع ديال الهراويين حاليا وسابقا كان سميتو السينما المدنيه. ها نتوما راه تبارك الله ديما هاد الطريق هادي كتكون مسرحه. اول حاجه النعت اللي معروف هنا هو هاد الشوايه هادي اللي في الشوكه معروفه بزاف، والتامينات بالنيس، وعاوتاني في هاد الشوكه بصريات يوسف، وفي هاد الشوكه عاوتاني تامينات بنمسيك هادي جديده. احنا باقيين في نفس الشارع حدا هاد مالين طلامط، ها هما كيبيعوا الطلامط. ها هي الدخيله ديال الزنقه ديالنا اللي فيها الدكتور بن يحيى. خليكم معايا نوريكم المحل بالضبط فين جا. ها انتم البنات كندخلوا مع هاد الزنقه هادي، المحل الاول لا ثاني ديما مسدود، ثالث فيه سبرديلات، وهذا الرابع هذا كيكون تا هو